تحية المهندسين المصريين. نعم، إنهم المهندسون المصريون، مهما تباعدت بهم المسافات وفرقت بينهم وبين بلدهم الصحارى والجبال والبحار والمحيطات، يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001، نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس أن احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية أن احنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي يبقى في علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية. والمحور الثالث اللي ركزنا عليه ان احنا نعمل حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال التقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل اول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد دلوقتي. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله اولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي
رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم. كان لابد من تطوير جمعية المهندسين بعد التأسيس، فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 ل 2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية، وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية. كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعة حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولات التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله، خير دليل على ما نصبو إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد.
ونحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد لتكون الهندسة بحق رافد العطاء الأول للأوطان والأكثر التصاقاً بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر وبهدف عالي القيمة. عنونت الجمعية نوافذها الإعلامية بأن يكون المهندس المصري فخوراً بوطنه وفخراً له، وتحت ظلال قيمها الوارفة والراسخة تواصل، ترابط، احترافية، أمانة، انتماء. استمر نغم هذه المنظومة الإبداعية لتواصل تأدية دورها الريادي المشهود في الاهتمام بالمهندس المصري ورفع مستواه المهني والتقني، وتعاهد الجمعية روادها وجميع المهندسين المصريين بالسعودية أن تواصل دورها الطموح وتبقى دائما جمعية مهنية اجتماعية رائدة ومتطورة تعمل على تحقيق طموحات أعضائها وتميزهم. وفي هذا السبيل وانطلاقا من تمثيلها لنقابة المهندسين، عقدت الجمعية بالمملكة عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات والهيئات العلمية والهندسية والمهنية، مثل جامعة حلوان والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد المصري للمقاولين، وفي الطريق المزيد والمزيد من أجل البحث في كيفية تيسير سبل التطور والتقدم ورفع المستوى العلمي والمهني للمهندس المصري المقيم بالمملكة، وأيضا من أجل إيجاد الفرص المناسبة وفتح نوافذ المعرفة لتصل للمهندسين المصريين المقيمين في المملكة وفق الدور الرائد الذي تقوم به الهيئات والمنظمات المصرية في مجال العمل الهندسي وتطويره في المحيط العربي. جمعية المهندسين المصريين بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي مبادرة تواصل تطوير التي تنظمها جمعية المهندسين المصريين في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهي التي انطلقت في أبريل من العام 2020. وعدنا ليلة إن شاء الله مع المحاضرة رقم 186 مع ضيف جديد يطل علينا إطلالته الأولى عبر مراكز الجمعية، وله ما له في هذا المجال الجديد الذي يطل به علينا الدكتور أشرف حمدان، والمنظور الجديد لمدير المشروع من خلال منهجيات المفاوضات الأوروبية BM2. في إطلالته الأولى الدكتور أشرف حاصل دكتوراه في إدارة المشاريع في مكتب إدارة المشاريع لين أجايل BMO، ومعتمد منهجية إدارة مشاريع من الاتحاد الأوروبي، ومعتمد ممارس مكتب إدارة المشاريع BMOCB، ومعتمد محترف إدارة المشاريع محترف، ومعتمد ممارس مؤشرات الأداء، ومعتمد مالك منتج سكروم، ومعتمد سكروم ماستر، ومعتمد مطور سكروم، ومحقق دولي في مسابقة BMO Global Awards، وأيضا مهندس استشاري في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وعضو في منظمة BM2 Alliance. وتشارك في هذه المحاضرة أيضا الأستاذة سارة سالم، مدير عام شركة إيفولف ماسترز جروب لفروع الشركة في مصر وتونس والمغرب، ومعتمد من BM2 في منهجية إدارة المشاريع، وأيضا معتمدة في معهد IBMI إدارة المشاريع، واجتياز مبادرة المليون رائد أعمال عربي من جامعة حمدان بن علي، ومتحدث ومحاضر في العديد من الفعاليات والمؤتمرات مثل جماعة مكتبة الإسكندرية، وعضو في منظمة BM2 أليانس. محاضرة أعتقد لها من الثراء والجديد فيما تطرح الشيء الكثير. تستغرق المحاضرة قرابة الساعة ونصف، عقبها نقاش حول موضوع المحاضرة ومجال عمل وخبرات ضيوفنا الكرام. المحاضرة تبث
كما تعلمون مباشر على صفحة الجامعة على الفيسبوك، وأيضا تجدونها على قناة يوتيوب الخاصة بالمبادرة، والمادة العلمية ستجدونها متاحة إن شاء الله على حساب لينكد إن الخاص بالجمعية، وتوجد شهادة حضور للراغبين في الحصول عليها بعد تعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات وأيضا في قناة تليجرام الخاص بالمبادرة. دكتور أشرف، أهلا ومرحبا بك. دكتور أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور مهندسي توفيق. الكبير مهندس هشام، شكرا لحضرتك على المقدمة الجميلة دي. أتمنى إن شاء الله عز وجل نقدم محاضرة تليق بزملائي في جمعية المهندسين المصريين بالسعودية، ولزملائي عامة في نقابة المهندسين المصريين. نبدأ إن شاء الله عز وجل المحاضرة. أنا أعتقد ما فيش داعي إن إحنا نعمل تعريف لنفسنا، خلاص المهندس هشام قام بالتعريف لينا، فأنا هدخل على طول في المحاضرة إن شاء الله عز وجل. أوكي كده يا جماعة، المفترض كده الشير واضح قدام حضراتكم، فنتوكل على الله عز وجل ونبدأ بالمحاضرة بتاعتنا. المحاضرة بتاعتنا بنتكلم على المنظور الجديد لمدير المشروع من خلال منهجية المفاوضات الأوروبية بي ام سكوير. أوكي طيب، هو مش في منظور حالي لمدير المشروع؟ الحقيقة فيه. طب إحنا إيه الجديد اللي هنقدمه؟ الحقيقة النهاردة الحاجة اللي هنقدمها زي كده من المهندس هشام، يعني راجل عزيز على قلب الحقيقة، وكان في تعاون متواصل. أذكر ملتقى هندسة البيئة عام 2015 2016 لما قدمنا معاهم ورقة بيبر ورك شوب في النفايات الطبية. فنقول حاليا في برسبكتيف معين لمدير المشروع. الحقيقة البرسبكتيف الحالي يعني تقريبا نقدر نقول عليه هو الكوماندر، يؤمر فيطاع. احنا النهاردة هنقدم منظور مختلف تماما، بالإضافة ان احنا مش فقط هنتكلم على إدارة مشاريع لوحدها. المحاضرة تقريبا مقسومة نصين، نص إدارة مشاريع ونص إدارة أعمال. أنا هقدم لحضراتكم إدارة المشاريع، وزميلتنا المهندسة سارة هتقدم إدارة الأعمال، وبالتالي عندنا بروجكت مانجمنت وعندنا بيزنس مانجمنت، وكمان هنشوف في الكلام ده بيتم إزاي من خلال المفاوضات الأوروبية اللي إن شاء الله عز وجل المهندسة سارة هتتحدث بالتفصيل عن المنهجية دي. أوكي أنا مش قلت مش هعرف نفسي تاني، أريد اللي عايز تعريف مفصل الماتيريال هتبقى معاكم، فإن شاء الله عز وجل تبقوا لو حد عايز يعرف تفاصيل يعرف من خلال الماتيريال الموجودة. أولا نبدأ بسؤال ممتاز جدا وسؤال للجميع، بما إن ما شاء الله الحضور قدامنا، أنا شايف ناس الصور بتاعتها لابسين بدل وكرافتات وحاجات جميلة جدا، فنسألكم سؤال ظريف شوية. تحب البدلة اللي تلبسها تكون تفصيل ولا تكون جاهزة؟ أعتقد غالبية الحضور بيفضل إن اللبس اللي هيلبسه يكون تفصيل لعدة أسباب. طبعا حضراتكم عارفين التفصيل بيبقى مناسب قوي للجسم بتاعك، الحاجات بتبقى جاهزة أحيانا بتبقى فيها حاجات هي اخده كده حاجات اسطمبة، وبالتالي في حاجات ما تبقاش مظبوطه قوي. ده في الملابس. اوكي انا متفق معاك في الملابس، البس تفصيل البس جاهز مش هتفرق معايا، البس اللي تحب تلبسه. خلينا نتكلم على البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت هل اجيب لك منهجيه جاهزه تشتغل بيها، ولا اجيب لك فريم ورك، بمعنى اجيب لك القماش وانت تفصل وتقطع وتجهز الطريقة اللي تشتغل بها في إدارة المشروع. طيب نتكلم بشكل أكثر واقعية على إيه اللي بيحصل حاليا في عالم إدارة المشاريع. إحنا إدارة المشاريع عندنا مدرستين على مستوى العالم، المدرسة الأمريكية وبيقودها البي إم أي، وللعلم جوه أمريكا في عدة مدارس أخرى، بس إحنا دلوقتي بناخد يعني أكثر أورجنايزيشن موجود جواها جوه أمريكا اللي هو البي إم أي، بيقدم شهادة اسمها بي إم بي.
بي ام بي بيزد اون بي ام بوك، سواء بقى الاصدار السادس الاصدار السابع مش هنختلف. لكن هو البي ام بوك عباره عن ايه؟ بروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج جايد، هو جايد. الجايد ده هو الفريم ورك. لو رحنا على المدرسه الاوروبيه هنلاقي عندنا البرنس 2 من شركه اكسلوس، والبرنس 2 معروفه ان هي منهجيه. عندنا في شهادات اخرى بتتكلم في البروجكت مانجمنت. خلينا نقول ايه هو الفريم ورك، وهل الفريم ورك مناسب لينا كمنطقه عربيه، المينا ريجون او الجلف ليشن او شمال افريقيا او المنطقه العربيه بشكل عام. الفريم ورك بيديك حاجه هاي ليفل. هاي ليفل بمعنى انت بتنزل من الابروش فوق. الابروش طبعا هو الاسلوب او النهج اللي انت هتسلم بيه المشروع بتاعك. بعد كده بينزل للفريم ورك. فريم ورك مثال، لو حد شغال كونستراكشن مثلا يبقى شغال اللين كونستراكشن. لو حد شغال اجايل يبقى شغال سكروم. سكروم عباره عن فريم ورك، اللين كونستراكشن عباره عن فريم ورك، لكن ستيل ما هياش هي منهجيه، ما هياش فيها تفاصيل. ايه اللي يفرق فريم ورك عن ميثودولوجي؟ يفرق كتير جدا. الفريم ورك بيبقى حاجات هاي ليفل، حاجات دائما بتحتاج الى كاستمايزيشن وتيلورنج، بمعنى انه قماش وبنقول لك خش تفصله. طيب امتى يبقى الفريم ورك كويس؟ لو حد اشتغل سيف اللي هي سكيلد اجايل فريم ورك اللي شهادة السيف. السيف محقق نتائج هايله جدا في امريكا. لكن نفس الشهاده دي السيف لو جينا طبقناها في العالم العربي هتفشل فشل ذريع. ليه يا فندم؟ الانفايرومنت هناك غير الانفايرومنت هنا، الماتيوريتي هناك غير الماتيوريتي هنا، وبالتالي انا عندي الفريم ورك في المنطقه العربيه ما ينفعش. وبالتالي نتكلم بقى بشكل واقعي اكتر، ناس كتير معاهم بي ام بي ومش عارفين يطبقوها. مش عارفين يطبقوها مش عشان هي شهاده وحشه، هي شهاده كويسه جدا، هي فيها نولج عاليه جدا جدا جدا، لكن فين الماتيوريتي؟ فين الانفراستراكشر؟ فين البنيه التحتيه؟ فين الكلتشر اللي موجوده عندنا في المنطقه بتاعتنا اللي بيساعدنا على الكلام دوت؟ كم واحد معاه بي ام بي وكم واحد بيقدر ان هو يطبقها؟ لذلك انا بقول الفريم ورك بالنسبه لنا عامل زي القماش. واحنا للاسف في المنطقه بتاعتنا ما عندناش مهاره ان احنا نقعد نفصل بشكل كويس، بمعنى ادق البيئه اللي حواليا ما ينفعش نقعد نفصل فيها القماش بالطريقه دي. وبالتالي بنلاقي بقى كل واحد بيجتهد، اصل فريم ورك يعني كل واحد ما فيش حاجه واضحه، ما فيش ادوار ومهام واضحه، ما فيش خطوات واضحه، ما فيش نماذج محدده بتقعد تشتغل عليها، كل واحد على حسب خبراته الشخصيه وعلى حسب قدراته وعلى حسب فهمه اساسا. فبالتالي كل واحد هتلاقيه مختلف عن التاني. وبالتالي بيقول الموضوع لايه في النهايه؟ ان بنجد صعوبه شديده في تطبيق الفريم ورك. لذلك احنا بنقول النهارده لا، احنا هنديك بدله جاهزه. طب البدله الجاهزه بنفس المفهوم بتاع يا دكتور اشرف ما تسال من شويه، البدله الجاهزه احيانا بتبقى انا تخين شويه، لا هي مش مناسبه، طب اصل انا الاكتاف عريضه والوسط اقل. ف اوكي احنا ما بنقولش الميثودولوجي بنقدمها هتناسب 100% من المشاريع، لكن على الاقل باللي انت هتشوفه بعد شويه هتناسب مش اقل من 80 الى 90% من المشاريع، وهتحقق فيها نتائج لسبب بسيط جدا، الا وهي ان الاتحاد الاوروبي اشتغل عليها سنوات طوال لحد ما وصل للشكل اللي احنا بنتكلم عنه دوت. ايه هم القناعه اللي توصلوا اليها في الاتحاد الاوروبي؟ قال لك ما ينفعش انت في البروجكت مانجمنت شغال بروجكت مانجمنت لوحدك. يا جماعه البروجكت مانجمنت اندر امبريلا بتاعت البيزنس. وبالتالي ما ينفعش انك انت تشتغل بمفاهيم البروجكت مانجمنت وفقط. امال ايه المفروض؟ مفترض تكون فاهم بيزنس. فاهم بيزنس ازاي؟ يعني هتخصص في البيزنس؟ لا. هنتكلم بالتفصيل ايه علاقه اداره المشاريع وايه علاقه بمحور البيزنس وازاي المنهجيه الجميله دي عملت انتجريشن بين الاثنين. وبالتالي احنا بنقول انا هنا مش هديك القماش واسيبك تقعد تجتهد مع نفسك، انا هديك حاجات جاهزه، هديك ادوار ومسؤوليات جاهزه، هديك نماذج جاهزه،
هديك تولز وتكنيكس جاهزه، هديك مايند سيت تقدر تشتغل بيه، والاحلى من كده هديك لايف سايكل وخطوات محدده تشتغل عليها. مش فقط انك انت تسلم المشروع كويس، لا لا، انا مش بتكلم على قد الاوتبوت بتاع المشروع ولا الديليفربلز، انا بتكلم على الاوت كمز والبينيفيتس، انك انت ازاي المشروع ده لما يوصل لمرحله الاوبريشن ازاي المشروع دوت هيبقى شكله عامل ازاي. وبالتالي لو ناس مثلا شغالين اويل اند جاز، مشاريع الاويل اند جاز اللي هي العقود الاي بي سي على سبيل المثال، لازم نعرف احنا في الاوبريشن بنبقى عاملين ايه. مش هطول على حضراتكم، دي المقدمه، هسيب بقى زميلتي المهندسه ساره تنطلق بالشغل اللي عندها وتقدم لكم الشغل بتاعها ان شاء الله عز وجل. مهندسه ساره اتفضلي يا فندم. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. انا مبسوطه جدا ان انا بشارك معاكم النهارده الويبينار الخاص بالمنظور الجديد لمدير المشروع من خلال منهجيه البي ام سكويرت. يا رب تكون تجربه مفيده ليكم وبتنيد your satisfaction. وشكر خاص طبعا لدكتور اشرف ومهندس هشام ومهندس سامح على اتاحه الفرصه للتعريف بالمنهجيه الجديده والويبينار الخاص بمدير المشروع. طيب خلينا ندخل بقى ان ديبس شويه. هو كان دكتور اشرف اتكلم عن الجزء الخاص في دايما زي صراع كده بيحصل ما بين البروجكت مانجمنت والبزنس مانجمنت. ساعات في البروجكت مانجر بينفذ الديليفربل بتاعت المشروع بس ممكن ما تكونش ريليتد او بتعمل امباكت في الاخر على الاورجنايزيشنز او الحاجه البينيفيتس اللي محتاجاها الاورجنايزيشن عموما. فمن هنا نشات المنهجيه. فتعالوا كده نستعرض المنهجية. ايه هي بقى المنهجية بتاعت البي ام سكويرد؟ المنهجية بتاعت البي ام سكويرد هي ميثودولوجي كانت اتعملت من خلال المفاوضات الأوروبية علشان تسلم البروجكت بطريقة أفضل، طريقة effective وطريقة efficient، علشان تحقق في الاخر البينيفيتس او المنافع الخاصه بالاورجنايزيشن والستيك هولدرز. تاني حاجه ان هي لين وايزي. يعني ايه؟ يعني هي لما هم من خلال التطبيقات الكتيره للمشاريع اللي نفذوها من خلال الاف من المشاريع، فعملوا كان بيحصل نوع من الهدر كتير خلال المشروع، فعلشان يحققوا الزيرو هدر ويوصلوا للقصه بتاعت الزيرو ما يكونش فيه هدر في المشروع خالص، فعملوا المنهجيه دي. فالمنهجيه دي هي بتكون انتجريتد مع كل الحاجات الخاصه بالبروجكت، فبالتالي ما بيحصلش هدر. اوكي، فلما انا باجي بجرب انا مش بعمل حاجه من اول وجديد، لا، النتائج عندي بتكون مضمونه بنسبه كبيره. الى جانب ان بيكون في رول وريسبونسبيلتي، ويمكن دي ما كانتش واضحه في اي نوليدج ثانيه او اي فريم ورك ثانيه كانت بتتم بطريقه بالوضوح اللي موجود في البي ام سكويرد. طيب طب البي ام سكويرد المفروض ان هي بتمدنا بايه او ايه الاعمده والحاجات اللي موجوده فيها؟ اول حاجه بتتكلم عن الجفرنس موديل. ايه الجفرنس موديل؟ هي عباره عن مجموعه من البيلرز موجوده. البيلرز دي اول واحد فيهم الجزء بتاع الجفرنس، ايه الرولز والريسبونسبيلتي بتاعت كل واحد في التيم. البروجكت مانجر ايه رول والريسبونسبيلتي بتاعته، كل واحد في الفريق بتاع المشروع هو مسؤول عن ايه، إذا كان هو هيتحاسب عن حاجة معينة ولا هو هينفذ حاجة معينة ولا هو سبورتر ولا هو نوع، يعني هو according لراسي موديل هو في أي جزء في المشروع وإيه المهام والمسؤوليات بتاعته. تاني حاجة بتتكلم البيلر التاني عن البروجكت لايف سايكل. البروجكت لايف سايكل اللي هي الفيزز بتاعت المشروع. احنا عارفين ان الفيزز قبل كده كان اكتر من، يعني هم حوالي مثلا اكتر من خمسه، ولكن هنا بيكون البروجكت لايف سايكل هم اربعه بس. ايه الاربعه؟ الانيشيتنج، البلاننج، الاكسكيوتنج، وبعد كده الكلوزنج. امال فين الكنترول والمونيتور؟ هنا بالنسبه للبروجكت البي ام سكويرد قالت ان الكنترول والمونيتور هو خلال مراحل المشروع كلها. يعني انا بعمل كنترول ومونيتور خلال مرحله الانشيتنج،
وبعمله خلال مرحلة البلانينج وخلال مرحلة الاكسكيوتينج لغاية مرحلة الكلوزينج. فأنا الجزء بتاع الكنترولينج بقيسه خلال كل اللايف سايكل بتاعة البروجكت. والمفروض ان في مجموعه من التشيك ليست بتكون موجوده، ان انا اقدر ان انا اقول ساعتها ان انا انتقل من مرحله للتانيه، يعني اطلع من الجزء بتاع الانيشيتنج للمرحله بتاعه البلاننج، وادخل بعد كده لمرحله الاكسكيوتنج وهكذا اكوردنج لايه، لمجموعه من التمبلتس والتشيك ليست اللي لازم اكون عديتها بطريقه ساتسفايد بنسبه معينه. وبكده اقدر ان انا يجي لي الاثورايزيشن ان انا انقل للفيز اللي بعدها. وهي وفرت فعلا التشيك ليست دي بطريقه جميله جدا، وتقدر تعمل لها كاستمايزيشن على البروجكت بتاعك. كمان البي ام سكويرد بتبروفايد مجموعه من البروسيس. البروسيس دي اللي هي مجموعه من الاكتيفيتي، وهي موجوده خلال حتى حطت مجموعه من المانجمنت بروسيس اللي موجوده، وهم سته: الجزء الخاص بالكوميونيكيشن بلان، الجزء والبلانس كوميونيكيشن اذا كانت والايشيز بلانس او الريسك او ريكوايرمنت مانجمنت بلان او التشينج مانجمنت بلان، والكواليتي طبعا. وكمان كل ده بيتعمل له على طول ابديت خلال كل الفيزز اللي موجوده في المشروع، وبيتم مراقبته في مرحله المونيتور والكنترول خلال اللايف سايكل بتاعه المشروع. كمان البي ام سكويرد بتبروفايد البيلر الرابع اللي هو خاص بالارتيفاكتس. ايه بقى الارتيفاكتس؟ هي دي بقى الحاجه الجديده، ودي المختلف، او هي يمكن اليونيك سيلينج بوينت او الحاجه المميزه، او زي ما بنقول عندنا الكومبيتيتيف ادفانتج اللي موجوده اللي بتنفذها البي ام سكويرد ومش موجوده في اي منهجيه تانيه. هي مجموعه من الارتيفاكتس او التمبلتس هي جاهزه، تقدر ان انت تعملها كاستمايزد على البروجكت بتاعك، وهي بتوري لك حتى الجايد لاينز بتاعت البروجكت ماشي ازاي، وتقدر ان انت تستخدمها بالطريقه الاصح ازاي. مجموعه من المايند سيت الثانيه، المايند سيت دي هي مجموعه من الاتيتيودز والبيهيفير اللي المفروض ان اعضاء الفريق وكل من يشارك في المشروع لو اتعامل بالمايند سيت دي هيقدر ان هو يعدي حتى لو في اي مشاريع معقده علشان يوصل للجول بتاع البروجكت، ويقدر يحققه بطريقه efficient وافكتيف. يعني ان هو يقدر ان هو يحقق الاوتبوت اللي هو المفروض ان هو يحققه من البروجكت، وبطريقه افيشنت استخدامه للبروسيس واستخدامه للريسورسز والكوست اللي موجود بطريقه افضل بكتير وخاليه من الهدر. دي البيلرز او ده البيت بتاع البي ام سكويرد. فيها مجموعه من البيلرز اللي احنا اتكلمنا عنها، اتكلمنا اللي هو الجوفرنس اللي هو الجزء بتاع الرول والريسبونسبيلتي، وبعد كده احنا هندخل هنجو دبس في الجزء ده ايه هو الرول والريسبونسبيلتي بتاع كل فرد في المشروع. وتاني حاجه اللايف سايكل اللي احنا قلنا عليها اربعه: المرحله الانيشيتنج ومرحله البلاننج والاكسكيوتنج والكلوزنج، وكل ده بيكون مرحله المونيتور والكنترول ماشي خلال كل المراحل دي، فهو اربعه بس مش خمسه. الخمسه دي ما تعتبر مش لا تعتبر مرحله لانها اوريدي ماسكه اللايف سايكل كلها بتاعه المشروع. ومجموعه من البروسيس اللي احنا اتكلمنا عنها، والاكتيفيتي والارتيفاكتس اللي احنا قلنا دي الجديد اللي بتقدمه البي ام سكويرد. كل ده ممسوك بحاجه اسمها مايند سيت اللي هي خاصه بالبي ام سكويرد، وهنستعرضها ايه المايند سيت الخاصه بيها علشان اقدر ان انا احقق السوليوشنز والبينيفيتس اللي انا عايزها من البروجكت، واللي في الاخر يعمل تاثير على الاورجنايزيشن. طيب ايه الهدف من البي ام سكويرد؟ البي ام سكويرد هي في الاخر بتخلي البروجكت مانجر يقدروا ان هم يحققوا السوليوشنز بتاعتهم او الاوتبوت اللي هم هيطلعوها او الديليفربلز اللي هو المفروض المخرجات بتاعه المشروع، ويحققوا البينفيت للاورجنايزيشن. يبقى هي عملت كده ميكس ما بين حاجتين: ان انا كده حققت النيد بتاعه الاورجنايزيشن، وفي نفس الوقت ان انا سلمت البروجكت بالسوليوشن المناسب ليه. لان حتى من ضمن الحاجات الجميله في المنهجيه دي طريقه حتى البيزنس كيس، وازاي ان انا اعملها عشان في الاخر كل فرد من افراد المشروع يقدر يبقى عارف
الطريقه اللي هو بيستخدمها هل هي فعلا هتامباكت على كبنفيت على الاورجنايزيشن ولا لا. طيب احنا ليه محتاجين يعني يبقى في عندنا بروجكت مانجمنت؟ تعالوا نستعرض كده المفروض البي ام سكويرد بتعمل ايه في الجزء بتاع البروجكت مانجمنت، يعني بتمانج البروجكت ازاي. انا بيكون عندي بروبلم موجود في الاورجنايزيشن، انا عندي مشكله وعايز احلها، والمشكله دي مثلا بتكون من خلال انترنال واكسترنال فاكتورز موجوده في الاورجنايزيشن، تمام؟ ولازم فيها ايرجنسي او نوع من ايه، هل هي لازم ان انا احل البروبلم دي دلوقتي ولا لا. فبوصل لمرحله من السولوشن، بطلع سولوشن، يبقى عندي بروبلم من خلال مجموعه من الانترنال واكسترنال فاكتور بيطلع لي السولوشن. السولوشن ده من خلال بحط معاه مجموعه من الكابابيلتيز او الابيليتي، الناس اللي هتقدر ان هي تنفذ السولوشن ده، فبطلع بيه البروجكت. والبروجكت بيبقى من خلال الايفورتس اللي بتتم بطلع في الاخر المخرجات بتاعت البروجكت. طب انا لو حققت المخرجات بتاعت البروجكت وقدرت ان انا استخدمها، هيطلع لي في الاخر حاجه اسمها اوتكم، ودي بقى الجديد اللي بيناقشه البي ام سكويرد. وبالتالي الاوتكم دي هقدر ان انا اقيسها واحقق البينيفيتس بتاعت الاورجنايزيشن. يعني هو البي ام سكويرد هنا هي بتخلي مدير المشروع وكل فرد من المشروع بيركز على كمان مش الاوتبوت، الحاجات اللي هو بينفذها او مخرجات المشروع، لا كمان عينه تروح على الريزلت في الاخر اللي بعد ما المشروع يخلص من خلال الاوتكم والبينيفيتس اللي انا اقدر ان انا اقيسها. طيب هو كلام كتير، طب ايه هي البينيفيتس وايه هي الاوتكمز وايه الحاجات دي كلها؟ هو بيقول لك هنا الـ PM squared project بيتكلم عن أو بيعتني بالجزء بتاع الـ output والـ outcome والـ benefits. يعني الـ output أنا عندي، أنا في الآخر بطلع مجموعة من الـ product أو الـ service اللي أنا بعملها، ده الـ change أو حاجة جديدة أنا بطلعها من المشروع، لأن كل مشروع هو unique. هو حتى المخرج بتاعه ممكن يكون حتى لو في similar project أو مشاريع مشابهة، ممكن يطلع لي في الاخر بحاجه سيرفيس جديده او برودكت جديده، فده اللي تشينج اللي تم. يعني مثلا انا عملت سيستم تاني للسيلز، عملت سيستم للسيلز علشان انا عندي مشكله ان مثلا كل مره بيطلع لي مشكله في الاوتبوت او المخرج اللي بيطلع مثلا من الاوردر اللي بيجي، في مشكله في الاوردر اللي بيجي، فانا عملت سيلز مثلا نيو سيلز بروجرام، فده الاوتبوت بتاعي. الاوتكم ده بقى ان انا مثلا الريزلت اللي اتحققت من التشينج ده، ايه الريزلت او النتيجه اللي انا لما عملت السيستم ده حصلت، ان ما فيش مثلا المشاكل اللي كانت بتحصل من كل مره في تطبيق مثلا السيستم القديم انتهت، الوقت اللي انا بضيعه في ان انا بكتب الحاجات مانيوال والحاجه بتضيع راحت، مثلا في انكريز للبرودكتيفيتي بقى احسن بكتير، الكواليتي بقت اظبط بكتير، الجزء بتاع الديدكشن او سوري الجزء بتاع البادجت المستهلكه دايما اللي انا ممكن اضيع فيها الفلوس الخاصه بالاورجنايزيشن ابتدت انها تقل، فما بقاش في تجاوزات في البادجت كتير. وفي الاخر بعد ما بيخلص البروجكت ده كمان، يعني انا بحقق الاوت كام بعد ما بيخلص البروجكت، وبقي اقدر ان انا اقيسه من خلال البينيفيتس، يعني ان انا اقول مثلا ان البرودكتيفيتي بقت زادت بنسبه مثلا 60%، فانا كده قدرت ان انا اقيس. اقدر ان انا اقول ان مثلا البادجت الاوفر رانز بتاعت البادجت اللي هي التجاوزات اللي بتحصل في البادجت قلت ديكريزد بنسبه قد كده. فبالتالي انا عينيا بقى على من البروجكت من خلال الاوتبوت دي، ما بحدش عن المفروض ان انا احققه للاورجنايزيشن، لا انا فوكست المفروض ان انا عارف ايه الاوتبوت دي المفروض انها هتحقق لي ايه في الاخر علشان اساعد الاورجنايزيشن في تحقيق اهداف. وكان من ضمن الحاجات اللذيذه جدا الجزء بتاع البروجكت كانفاس. احنا عندنا في البيزنس في حاجه اسمها بيزنس موديل كانفاس. البيزنس موديل كانفاس دي هي قريبه من البروجكت كانفاس، بس البروجكت مانجمنت عملوا حاجه
لذيذه جدا، تبقى كاستمايز، تقدر ان انت تعرف بيها التصور الخاص بالمشروع كله. ايه هي؟ تعالوا نستعرض الجزء بتاع البروجكت مانجمنت كانفاس. هو بيتكلم مثلا عن التايتل بتاع المشروع، يعني هو سمرايزيشن كده للمشروع في دوكيمنت لذيذه جدا. تعرف منها ايه هو هنعرف ايه هي البروجكت مانجمنت كانفاس، هنعرف احنا ليه بنستخدمها وبنستخدمها ازاي، وكل عنصر فيها بيعمل ايه. تمام، هي عباره، هي وثيقه زي ما احنا شايفين، فيها البروجكت سكوب، وفيها مجموعه من يعني الجداول الثانيه هنستعرضها دلوقتي، بتساعد الافراد اللي موجودين في المشروع او الفريق بتاع المشروع والستيك هولدرز اللي موجودين علشان يعملوا تصور لعناصر المشروع الرئيسيه في صفحه واحده. يعني مش هنعمل حاجات كتير، صفحه واحده. تمام، طيب هي ليه اتعملت الـ ليه هو الـ الـ هم معنيين بالجزء بتاع ان هم يحددوا السكوب وكل الحاجات الموجوده في البروجكت؟ لان كان من اغلب الحاجات الفشل الخاص بالمشروع ان ما بيكونش فيه ديليفر، سوري، ما بيكونش فيه ديفينيشن واضح للمشروع. لما ما كنتش عارفه ايه المستهدف من المشروع او الاوتبوت الواضحه من المشروع، ممكن احيد عن الاهداف بتاعه المشروع. فكان من الضروري ان انا عشان ابتدي مشروع بشكل صحيح ان انا اجمع ما بين الستيك هولدرز، وان انا احدد كل الريكويرمنت اللي هم محتاجينها، واعمل برين ستورمنج. تمام، واحلل واوثق النتائج دي في حاجه زي البروجكت مانجمنت، بروجكت كانفاس. تمام، طيب هي مفيده في ايه؟ او انا بستخدمها امتى؟ انا بستخدمها في كل المراحل. بستخدمها لما بتكلم على مرحله، فبستخدمها في مرحله الانيشيتنج عشان يبقى في تصور كامل ان هم عارفين البروجكت رايح فين وجاي منين. بستخدمها كهاي ليفل في مرحله المونيتور والكنترول، وان انا ممكن اعمل ريبلان تاني، يعني اعمل لو في مثلا اعيد تخطيط تاني الاجزاء او اعيد اجزاء منها علشان تبقى كاستمايزد او تيلرنج على النيد اللي انا محتاجها. تمام، وكمان الحاجه الحلوه اللي فيها ان انا مش لازم المشاريع الكبيره قوي ان انا ادخل فيها اعمل يعني بلانز كبيره قوي، واقدر ان انا يعني كل حاجه ليها بلان، لا انا ممكن في الورقه دي يخلص لي القصه كلها. طيب تعالوا نستعرض بقى ايه جزء جزء منها. هو الاولاني البروجكت سكوب، هو بيتكلم ايه الحاجات الان، ايه اللي جوه، يعني ايه هي السكوب بتاع البرودكت او السيرفيس اللي انا هنفذها، ايه الحاجات الان وايه الاوت، علشان ما يجيش حد من الستيك هولدر بقى ايه بدماغه ان هو يفتكر ان انا هحقق اي حاجه تانيه ديليفربل تاني تكون في خياله. لا، هو انا هكون سبيسيفيك، انا موضحه انا لما هعمل البروجكت البرودكت او السيرفيس دي ايه الحاجات الان في السكوب وايه الاوت اوت اوف سكوب، يعني الحاجات اللي مش هتكفر خالص في السكوب عندي. تاني حاجه بيتكلم عن مجموعه من الاسامبشن ومجموعه من الكونسترينز، اللي هي ايه الافتراضات اللي انا بفترضها ان هي هتحصل خلال البروجكت، ولو ما حصلتش هتبقى ريسك عليا، وايه هي الكونسترينز اللي هي الخاصه طبعا بالكوست والتايم والسكوب والكواليتي، ايه الاوتبوت، ايه الحاجات اللي انا في الاخر اللي هطلعها الديليفربلز الخاصه بالبروجكت، ايه الديزايرد اوت كم، يعني ايه البينفيت او الريزلت او التشينج اللي هيتم، هيكون في انكريز في مثلا في البرودكتيفيتي، هيكون في ديكريز في الجزء بتاع الكوست، وات ايفر، ايه هو ايه التشينج اللي تم. وفي الاخر الجزء بتاع البينفيتس، انا هقدر ان انا مثلا رفلي ان انا اقول مثلا ان انا هيتحسن الماتيوريتي بتاعت البروجكت بنسبه معينه، او هيتحسن البرودكتيفيتي بنسبه كذا وهكذا، او يتحسن الجدول الزمني بنسبه كذا. بتكلم على الهاي ليفل الخاص بالريسك والجوفرننت والتيم، وده هنستعرضه برضو النهارده في البرزنتيشن بتاعتنا، وهي جديده جدا، هي عامله ماتشنج حلوه قوي ما بين البروجكت مانجرز او والجزء بتاع البيزنس مانجر. هنشوف ايه دور البروجكت مانجر، والاول مره يطلع دور البيزنس مانجر، ومين هو البروجكت اونر، ومين التيم بتوع البروجكت مانجر، ومين التيم برضو بتاع البيزنس مانجر.
وبعدين هنستعرض البادجت. البادجت دي ممكن تكون طبعا لو احنا بنتكلم في حاجه انيشيتنج، فحاجه هتبقى استيميتد او حاجه من بروجكت سيميلر بروجكت قبل كده، فاقدر ان انا اقول ان البادجت هتكون في حدود قد كده، واقول مين المين ستيك هولدرز اللي موجودين عندي، وكمان من الاذر الستيك هولدرز اللي هم ممكن ياثروا على البروجكت. وكمان بدخل في الجزء بتاع الكريتيكال سكسس فاكتورز اللي هي والجزء بتاع الكريتيكال سكسس كرايتيريا. في فرق ما بين الاثنين، لان الكريتيكال سكسس كرايتيريا دي هي كرايتيريا، هي بتتكلم عن كرايتيريا اللي انا حاضر ان انا اقول لو اتحققت اقول ان المشروع ده نجح. يعني مثلا لما اقول ان انا عملت تريننج مثلا في البي ام بي، وان المفروض الناس اللي هتحضر، انا بقول لو حضروا هو التارجت مثلا هنقول 200، لو حضروا 150 فحاضر ان انا اقول ان البروجكت ده نجح او المشروع ده نجح. والكريتيكال سكسس فاكتور اللي هي الخاصه، هي خاصه بفاكتورز اللي لازم التيم يكون عارف ومتاكد ان لازم ان هي تكون موجوده، علشان لو ما كانتش موجوده هتاثر على المشروع. يعني ايه؟ يعني مثلا الستيك هولدر انفولفمنت، التدخل بتاع الستيك هولدر، يعني المانجنج السبورت بتاع المانجمنت، ان يكون في سبورت منهم لو ما كانش ممكن يفشل المشروع. يعني يكون في كلير لبزنس اوبجكتيف، يعني تكون كل الاهداف بتاعه المشروع واضحه. وبعدين بيدخل في الجزء بتاع الهاند بوك، هنستعرض ايه الحاجات الخاصه بالهاند بوك، وايه الابروتش او الحاجة اللي هو هينفذها هتكون واضحة في الهاند بوك. يعني مثلا أنا هتبع أنهي ميثودولوجي، تمام؟ إيه الأبروتش اللي أنا هتبعه؟ إيه الحاجات اللي أنا ممكن أطلعها من الهاند بوك؟ يعني هطلع مثلا كوميونيكيشن بلان، إيه البلانز اللي أنا هستخدمها ومين اللي أنا مش هستخدمها؟ فكل ده هيكون واضح في الهاند بوك، ودي كمان أحد التمبلت الجميلة جدا اللي عرضها البي ام سكويرد. واخيرا المايلستونز بتاعه البروجكت من اول انيشيتنج، وبدخل في الجيت فيز بتاعه كل مرحله، علشان اللي هي مثلا ريدي فور بلاننج، عشان ادخل في مرحله البلاننج بعد انتهاء مرحله الانيشيتنج، ريدي فور اكسكيوتنج عشان ادخل مرحله الاكسكيوتنج بعد ما خلصت مرحله البلاننج، واعمل تشيك ليست على كل اللوجز اللي موجوده عندي عشان اتاكد بنسبه كبيره ان انا حققت كل المستهدفات الخاصه بكل مرحله، ومرورا لغايه ريدي فور كلوزنج عشان ان انا ادخل لمرحله الكلوزنج وابتدي ان انا اسلم الديليفربل الخاص بالمشروع. طيب الكلام ده ازاي؟ في احنا عاملين حاجه زي عمليه للبروجكت كانفاس. يعني البروجكت انا عندي ان انا بعمل امبروفمنت مثلا لبي ام براكتس في اورجنايزيشن اسمها دي جي، تمام؟ اليونت بقى اللي هتستخدم الميثودولوجي دي اللي هي ديزي. فاحنا عايزين، حصلت مشكله في الشركه دي، وخصوصا في اليونت بتاعه مثلا يونت بتاع ديزي، ان كل مره بيبقى فيه مشكله في الكواليتي. الكواليتي ما بتبقاش وزن الستاندرد المفروض ان هي بتتم، في تاخير دايما في الجدول الزمني، في البرودكتيفيتي في النازل، مش قادر ان انا يبقى في مشاكل بتحصل في المشروع، مش قادر ان انا اشوف الايشوز دي ان انا اعالجها بطريقه مناسبه، او ان انا اشوف الريسكس دي ازاي اقدر ان انا اتعامل معاها. ومرورا بقى بمجموعه من الحاجات لغايه ما اوصل لنوع من الماتيوريتي المعينه واحقق الساتسفاكشن بتاع البروجكت. فدلوقتي في بروبلم، في مشكله في الاداره دي. فاحنا فمثلا ال هم افترضوا ان هم هينفذوا حاجه، هيدخلوا البي ام بي ام سكويرد ميثودولوجي دي اللي هتتنفذ في الاورجنايزيشن بتاع الدي جي في يونت زيزي. طب انا بقى المخرجات او السكوب الخاص بالمشروع، ايه الان وايه الاوت عشان ما تحاسبش عليه؟ فبيقول لك الان ان انا هبتدي نشر البروجكت مانجمنت ميثودولوجي، تمام، في اليونت بتاعه زيزي خلاص. والحاجة التانية ان انا هعمل تريننج للستاف اللي موجود، مرورا من اول الهيد لغاية كل واحد في اليونت دي، الى جانب ان انا هعمل governance structure وهستخدم التولز اللي موجودة، تمام؟ يعني هحدد ايه الرولز والريسبونسبيلتي بتاعت كل واحد. ايه الاوت بقى اللي انا ما اتحاسبش عليه علشان ما يجيش حتى من الستيك هولدر
يفتكر ان انا هحقق حاجه من الحاجات اللي هي في الاوت دي، ان ما حدش يجي يقول لي انا عايز بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. انا مش عامل بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، انا بحاول اعالج مشكله موجوده ممكن اعمل اللي هو الانفورميشن سيستم ده على اللونج تيرم، لكن انا مش هعمله دلوقتي او في مرحله تانية. يعني مرحله بعمل ديفلوبينج على طول لليونت، لكن حاليا الاوت السكوب بتاع المشروع هو انا ده السكوب اللي داخل، لكن انا ما تحاسبنيش بعد كده هطلع بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. تمام. طيب ايه بقى هي الاسامبشن، ايه الاسامبشن الموجوده؟ فهو بيقول هنفترض ان البي ام سكويرد ما طلعتش ميثودولوجي جديده او فيرجن جديد من الميثودولوجي دي عشان ما يكونش ريسك عليا. هفترض ان في كوتشنج وسبورت من مثلا يونت معينه، هفترض ان في ان هاخد نوع من الابروبريت ريسورسز او يبقى في ريسورسز مناسبه خاصه بالجزء بتاع الفاينانس او الهيومن ريسورسز. طيب ايه الاوتبوت او الديليفربلز اللي انا هطلع بيها من تنفيذ البروجكت ده؟ هطلع لما هستخدم البي ام سكويرد ميثودولوجي هقدر ان انا احصل على مجموعه من البروسيس الواضحه، جايد لاينز هتبقى واضح عندي، ارتيفاكت اقدر ان انا استخدمها، بجانب ان هيكون في governance او نظام من الحوكمه ومجموعه من الرولز والريسبونسبيلتي لكل عضو من اعضاء الفريق. مش بس كده، انا كمان هوفر تريننج للبروجكت مانجر في الجزء بتاع الخاص في البي ام سكويرد، تمام، فيما يخص البروجكت، وهوفر كمان تريننج للبزنس مانجرز فيما يخص التريننج البزنس مانجمنت باس من خلال البي ام سكويرد. انا كمان هوفر كمان تريننج للهيد سيكتورز اللي موجودين من خلال البي ام سكويرد مانجمنت باس ولكل عضو من اعضاء الفريق. وكمان هيبقى فيه مثلا ريبوزيتوري او هيكون في مكان هيتتحط فيه الدوكيمنت بطريقه يحصل لها اركايفنج او تتارشف بطريقه مناسبه. طب ايه بقى الديزايرد اوت كم اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ ايه الامباكت بقى؟ انكريز او ديكريز في كذا، هيبقى فيه انكريز مثلا في البروجكت برودكتيفيتي، في امبروفمنت في الكواليتي، في الستيك هولدر هيكونوا مور ساتسفايد وهكذا. طب الخاص بالبنفيتس مثلا هيكون في 90% من البروجكت الجديده هتتسلم بطريقه افضل، او مثلا ان 20 او 20% من البروجكت هيحصل لها نوع من السكسسفول في التسليم، يعني هي اتسلمت بطريقه مناسبه ومجموعه من الريبورتس والحاجات هتكون واضحه ان هي تبقى كومبليتد بطريقه مظبوطه، ما يحصلش ليها فيلير زي ما كان بيحصل قبل كده. هيدخل بعد كده في الجزء بتاع الريسك وهيشرح الهاي ليفل ريسك والجفرننت والتيم، الجفرننس والتيم بتاع كل واحد. يعني عندي البروجكت اونر هنا اسمه مثلا مستر واي، وعندي السولوشن بروفايدر هيكون اسمه مستر اس بي مثلا. البروجكت اونر هيعمل ديليجيشن للبزنس مانجر مثلا في اللي هو اسمه مستر اس. هنتكلم عن كل واحد فيهم، الرولز والريسبونسابيلتيز اللي موجوده لكل عضو من اعضاء الفريق، وان لازم يحصل فيه تعاون وكولابوريشن ما بين البزنس مانجر والبروجكت مانجر عشان يقدروا يحققوا الاهداف بتاعه البروجكت وبتاعه المنظمه في الاخر. طب البادجت بقى زي ما قلنا ان احنا هنجيبها من سيميلر بروجكت او ايه، او يكون حاجه استيميتد، والستيك هولدرز اتكلمنا عليهم، والكريتيكال سكسس كرايتيريا انا اديت مثال قبل كده عنها، والجزء بتاع الكريتيكال سكسس فاكتور، وبعدين بنتكلم عن الحاجات اللي هي الان في الهاند بوك، البلانز اللي انا حاضر ان انا استخدمها، والبلانز اللي انا ممكن مش عايزها مش محتاجها لان البروجكت مش محتاجها، وايه الابروتش اللي انا هستخدمه. وهنا هيكون الابروتش طبعا بتاع البي ام سكويرد ميثودولوجي. بيقول مثلا الجزء بقى الخاص بتاع المايلستون، بيقول لك ان انا انيشيتنج هيكون عندي يوم 22 فبراير، والريدي فور بلاننج هيكون يوم 15 مارتش عشان مارس عشان ابتدي مرحله البلاننج، وبعد كده في 5 يوليو هبتدي ادخل في مرحله الاكسكيوتنج، اند ذن لغايه ما اوصل ليوم 12 جولاي يوليو اقدر ان انا اسلم البروجكت. ده يعني حاجه في صوره واضحه كده عن
البروجكت كانفاس. معنى كده ان البي ام سكويرد او البروجكت حصل له ترانسفورميشن للبروسيس اللي موجوده. انا بيكون عندي مجموعه من الانبوت والبروجكت فيه مجموعه من الريسورسز سواء كانت فاينانشال او هيومن ريسورسز او اي نوع الريسورسز اللي موجوده بستخدمها بطريقه مناسبه وبعمل لها خلال مجموعه من التمبلتس اللي موجوده عندي علشان اوصل في الاخر للاوتبوت اللي هي المخرجات اللي المفروض ان انا احققها من المشروع علشان في الاخر اطلع بالاوتكم اللي هتعود على الاورجنايزيشن وهتعود على الساتسفاكشن بتاع الستيك هولدرز. يبقى نوصل بقى ان البينيفيتس بتاع او الفوائد بتاع لما يكون في بروجكت مانجمنت كويس او ان انا اقدر ان انا اقول ان فعلا ده احسن طريقه ان انا اتعامل بيها بالبروجكت مانجمنت ان يكون في كلير رولز وريسبونسبيلتي. احنا ياما احنا مش عارفين مين المفروض يعمل ايه، هل ده دور البروجكت مانجر ولا حد من اعضاء الفريق ولا ده المفروض اللجنه التوجيهيه هي اللي تعمل كده ولا حد من الإدارة العليا اللي يعملوا كده مش أنا. تاني حاجة إن السيليكشن بتاع البروجكت وده واضح جدا في البيزنس كيس وإن أنا أقدر إن أنا أختار السلوشن المناسب أو الحل المناسب من خلال مجموعة من السوات أناليسز اللي أنا بعملها في البيزنس كيس وياريت يعني تطلعوا على البيزنس كيس الخاصة بالبي ام سكويرد. ذن الجزء بتاع البروجكت أوبجيكتيف إن هو يكون واضح جدا، ان عامل empowering للتيم ان كل واحد في التيم ليه دوره، ما فيش حد يقول انا دوري مش مهم، لا ليه دوره ويتحاسب وكل حاجة مذكورة كدور وكنتيجة في البلان اللي موجود. وكمان مجموعة من الريبورتس ابتدت ان هي تتحسن لان ما كانش فيه ريبورتس بتبين كل حاجة في المشروع زي ما كان بيحصل قبل كده، والريسك مانجمنت قادر ان انا يبقى اقل بكتير. وطبعا الحاجة الجميلة الخاصة بالليسن ليرنينج اللي هي الدروس المستفادة اللي أنا أقدر إن بطلعها في نهاية البروجكت في آخر ميتنج في البروجكت، اللي لما يكون في بروجكت تاني أقدر إن أنا أرجع للليسن ليرند دي علشان ما أكررش الأخطاء اللي موجودة عندي. فأنا كده بقلل المشاكل اللي كانت بتحصل في البروجكت وبقلل الهدر الموجود عندي. طيب يبقى معنى كده إن البروجكت مانجر زمان كان دوره إن هو مثلا يتأكد إن هو هيسلم البروجكت في الوقت المناسب وزن البادجت المناسبة في الكواليتي اللي المفروض إن هي تتم، بس مش هيبص على حاجة اسمها outcome ولا benefits. فجاء دوره بقى هنا إن هو يبقى aware، يبقى عارف كل خطوة بيعملها هتأثر إزاي على outcome والbenefits الخاصة بالمشروع. يعني البروجكت مانجر لازم يكون aware بكل ما هو خاص بالPM squared مثلا methodology، الgovernance اللي هي الحوكمة الخاصة بالبروجكت، البيزنس بروسيس اللي موجود، يبقى عنده نوع من السوفت سكيلز والليدرشيب وكل ما والكوميونيكيشن سكيلز والكولابوريشن وكل السكيلز الخاصه بالسوفت سكيلز، وعارف الكواليتي، عارف يعني ايه مايند سيت، وعارف ايه البيست براكتس اللي هو يطبقها من خلال المشروع والبروجكت انفايرمنت، يبقى عارف كل ما هو ريليتد بالبروجكت. يبقى حصل كده شيفتنج من قبل كده لما كان البروجكت مانجر كان بيركز بس على الدليفري بتاع البروجكت بتاعه من خلال يبقى حاجه زي بيور بروجكت برسبكتيف كده، ان انا بركز على الورك بتاعي بس ليه، ان انا بحقق الفاليو، يبقى فاليو سنتريك في الاخر، هي نظره شموليه اكتر بدل ما انا بسلم للبزنس وهو يتعامل خلاص وانا ماليش دعوه بقى بمرحله الاوبريشن، ماليش دعوه بمرحله البوست بروجكت او بعد ما بيخلص البروجكت، ماليش دعوه بالبيزنس، لا انا انفولفد في كل خطوه وعارف كل حاجه بتاثر ازاي. انا بسلم في التايم المناسب والبادجت المناسبه، بس انا عيني على الاوتكم، عيني على البينيفيتس اللي هتعود من الاورجنايزيشن، شايف حتى ان انا لما باجي بسلم البروجكت في الاخر هسلمه ازاي بطريقه افضل. طيب دي من الحاجات بقى الجميلة قوي عشان يعني بتشرح المنهجية بطريقة لطيفة. هو بيتكلم عن قبل البروجكت والبروجكت نفسه والأوبريشن، هي دي اللي أنا كنت بكلمكم عليها. هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن البروجكت مانجر، لو إحنا بصينا على البروجكت مانجر هنا، هو في الآخر هو بيعمل إيه؟ هو بيدليفر إيه؟ الـ يعني بيطلع الدليفرابلز المطلوبة أو الأوتبوت أو الحاجات المفروض إن هو يسلمها من البروجكت.
تمام. طيب اللي هي اصلا ايه اللي هي الحاجات دي موجوده في فين في البيزنس كيس دي، الريزلت المفروض ان انا احققها اللي كانت موجوده في البيزنس كيس اللي هي هتعود في الاخر على الاورجنايزيشن. طيب يبقى معنى كده ان لازم كل عضو من اعضاء الفريق عارف يعني ايه برودكت، وعارف يعني ايه ريزلت، وعارف يعني ايه بينيفيتس، وعارف الفرق ما بينهم، تمام. ولازم يكون كل واحد من اعضاء المشروع يكون ريزلت اورينتد مايند سيت، يعني هو مهتم بالنتائج، انا مش مهتم بس بالايه بالاوتبوت اللي بتتم وخلاص، انا ممكن اعمل اوتبوت بس مش هي دي اللي عايزاها الاورجنايزيشن، تمام. ممكن ما تتفق ما لا تتفق مع الهدف الرئيسي بتاع الاورجنايزيشن كله. لذلك ظهرت حاجه جديده اسمها الترانزيشن بلان والبزنس امبلمنتيشن بلان. ايه بقى موضوع الترانزيشن بلان؟ هو لما بيخلص البروجكت بيدخل في مرحله المرحله الانتقاليه اللي هي مرحله الترانزيشن عشان يدخل في مرحله الاوبريشن. المرحله دي لازم يبقى البروجكت مانجر وكل عضو من اعضاء الفريق عينه عليها علشان ما يحصلش مشكله في مرحله التسليم لمرحله الاوبريشن. يعني ايه؟ يعني بيحدد فيها مثلا ايه الاهداف بتاعت مرحله الانتقال دي، ايه المتطلبات الاساسيه، ايه هي الانشطه وايه المسؤوليات المرتبطه بمرحله المرحله ان انا انتقل فيها من مرحله البروجكت لمرحله الايه الاوبريشن. علشان ايه ده كله؟ علشان ما يحصلش نوع من الاضطرابات في المرحله دي، علشان يتم استخدام الريسورسز بطريقه efficient، يعني ان انا ما يحصلش فيها اي نوع من الهدر سواء في الريسورسز او الكوست، علشان يبقى ماشي بطريقه سموث، تمام. فانا اقدر ان انا اقول ان انا اوفر مثلا يوزر جايد للناس اللي هتستلم مني، اقدر اقول لهم كل حاجه في المشروع، اعمل لهم تريننج او مانيوال من خلال المخرجات بتاعه المشروع. لذلك بيتم وضع الترانزيشن اكتيفيتي داخل البروجكت ورك بلان. ليه؟ علشان تكون كنترولد اكتر، علشان تكون هي يعني موجوده بالسكوب الكامل بتاع البروجكت. اما ايه علاقه بقى البيزنس امبلمنتيشن اللي هو الحاجه الثانيه الجديده؟ طيب هو البيزنس امبلمنتيشن ده بيحصل امتى؟ هو او بيحصل ليه؟ بيحصل عشان يزود من احتماليه تحقيق النتائج او الفوائد المرجوه من المشروع، لان كل مشروع بيحصل فيه امباكت، فعشان يحصل امباكت فبيحصل تغيير. بيحصل تغيير فين بقى؟ بيحصل تغيير في الكالتشر بتاعه الاورجنايزيشن نفسها، الثقافه بتاعه، الثقافه المؤسسيه. بيحصل تغيير في البيبل اللي موجودين، بيحصل تغيير، بيحصل تشينج مانجمنت كوميونيكيشن، كل ده بيحصل فيه نوع من التغيير. فعلشان اقدر اخلي النتائج اللي حصلت دي سستيند وتقدر ان هي تستمر واضمن وجودها، لازم اتعامل بالجزء بتاع البيزنس امبلمنتيشن، ان انا ابتدي ان انا اشوف التغيير ده، اغير بقى في الكالتشر بتاعت الاورجنايزيشن وزن البرسبكتيف بتاع الحاجات اللي هتطلع، الاوتبوت اللي هتطلع من ايه؟ من البروجكت نفسه. يعني مثلا لما انا بطبق نوع من الميثودولوجي زي البي ام سكويرد، لازم الناس اللي تكون موجوده الكالتشر تكون هم مباركين الجزء بتاع البي ام سكويرد ميثودولوجي ان هو يتطبق، وهم عايزين التغيير ده فعلا، لان هم عانوا من المشاكل اللي حصلت قبل كده. وازاي اتعامل مع كل شخص بيكون ريزيستنت في الاورجنايزيشن عشان اقدر اخلي الاوتبوت اللي حصلت في المشروع دي تفضل موجوده وما يحصلهاش اندثار، ونبتدي نعمل بروجكت من اول وجديد لان المشروع اللي فات فشل. لذلك بقى ان البروجكت بيمر بمجموعه من التحديات. التحديات دي حقيقه هو بيعالجها اكتر، يعني البي ام بي او الفرنس 2 او اي منهج او اي فريم ورك او اي نوليدج ممكن تكون بتعالجها، بتعالج ممكن الجزء الخاص بالكواليتي، ممكن يكونوا بيوصلوا لمرحله الساتسفاكشن او النوع اوصل لنوع من الفاعليه او الكفاءه او حتى احقق الفاليو الخاصه بالبروجكت. لكن الجديد بقى في البي ام سكويرد ان هي كمان بتعالج الجزء بتاع الهدر اللي هو الويست والستريس. ازاي بقى؟ احنا قلنا قبل كده ان مشاريع الاتحاد الاوروبي كان بيحصل فيها نوع كبير من الهدر، وان المنهجيه بالطريقه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الهدر بيساوي زيرو.
ليه؟ لان انا طبقت مجموعه من التمبلتس والارتيفاكتس اللي موجوده، انا مش لسه هعمل من اول وجديد، وهي كمان هتكون كاستمايزد وانتجريتد متكامله مع الحاجات اللي انا النيد اللي هي محتاجها الاورجنايزيشن. وبالتالي كل واحد في المشروع ليه دوره وليه المسؤوليات بتاعته اللي هتكون واضحه، فما يحصلش ستريس على كل فرد من افراد البروجكت. فبالتالي كل واحد عارف دوره ايه وازاي يقدر ان هو يقدمه، وما يحصلش فيه اوفرلابنج ما بين الادوار الخاصه باعضاء الفريق. ده يعني ايه conclusion، ان كده هي بيتكلم ان البروجكت الميثودولوجي بتاعت البروجكت مانجمنت الاينس، بروجكت مانجمنت سكوير الاينس، بتعمل ايه الحاجات اللي هي بتحققها. بتحقق ان يكون في internal واكسترنال اوديت، مش بس ان انا بعمل اوديت على المشروع عندي بس، لا ده في اطراف تانية بتعمل اوديت على المشروع علشان ما يحصلش نوع من ايه، عشان ما يحصلش نوع من اللي هي الفساد corruption. فبيكون في حاجات internal خاصة بمدير المشروع والفريق بتاع المشروع، وحاجات external تانية يعملوا اوديت عليا، فانا كده حققت الهدف وما يحصلش فيه فساد في المشروع. بيكون الحاجة التانية ان هو بيتكلم عن الجوفرنس، بيكون في نوع من الحوكمة واضح، وفي مجموعة من الرولز والريسبونسبيليتيز الواضحة. بتتكلم عن ان هي بتحتاج يكون في بادجت وسكوب نقدر ان احنا نحددها وتكون واضحة. واتكلمنا اكتر عن الجزء الجديد اللي هو بتاع الترانزيشن، المرحلة الانتقالية، والجزء بتاع تنفيذ الاعمال علشان اقدر ان انا اعمل استدامة للاوتبوت الخاصة بالمشروع. وبيتكلم ازاي هعمل دوكيومنتيشن او هعمل اركايفنج للمشروع، وطبعا بيوفر نوع من الشفافيه في التقارير المقدمه. وكانت من التقارير الجميله برضو اللي بيقدمها التقارير الخاصه بالستيتس بتاعه البروجكت، وضع البروجكت الحالي والبروجرس، وامتى دي بتتم وامتى دي بتتم، يعني حتى الفريكوانسي بتاعها كل قد ايه، وهو حاطط كل المعايير اللي انا بقيس بيها الستيتس بتاعه المشروع، وضع الحالي للمشروع والبادجت والبلان وكل حاجه موجوده فيها. وحتى الكونتراكتور كمان بشوف الريبورت بتاعه، الى جانب البروجرس بتاع المشروع اللي هو بيكون يعني زي سيمي انيوال، ممكن يحصل على مثلا مرتين في السنه، وايه العناصر الموجوده فيه. هو بيتطلب يعني بنوع من التعاون ما بين الاورجنايزيشن يونتس علشان اقدر ان انا احقق البي ام سكويرد ميثودولوجي، ويبقى علشان في الاخر اوصل لمرحله الماتيوريتي او الحاجات اللي هو اللي بيعملها اللي بينفذها دايما البروجكت مانجمنت اوفيس البي ام او او البي اس او زي ما هم بيقولوا هنا في البروجكت مانجمنت سكويرد الاينس مسمينها بي اس او، فاوصل لمرحله من الماتيوريتي في المشروع واحقق مستهدفات المشروع. طيب دكتور أشرف هيشرح لنا بقى الأوفر فيو الخاصة بالمشروع، وهندخل إن دبس بقى كل مرحلة فيهم، فأنا هسيب حضرتك المايك. أوكي مهندسة سارة، أكمل أنا الجزء الخاص بي. أنا بس حابب أأكد للزملاء الأسئلة اللي أنا كنت شايفها من شوية تسأل. المنهجية دي open source، بمعنى جميع الماتيريال بتاعتها متاحة للجميع، مفيش حاجة لا تشترط لعضوية ولا اشتراك ولا الكلام ده خالص. تقدر تجيب منها المنهجية نفسها آخر إصدار، كمان تقدر تجيب منها جميع الارتفاكس، الارتفاكس بتتضمن جميع البلانز، جميع التشيك ليست، جميع التقارير، جميع اللوجز فايل، جميع الريبورتات. 33 ارتفاكس احنا النهارده، طبعا عشان المحاضره ما تستوعبش نصعد الكلام ده كله، هناخد كده سامبلز 3 ارتيفاكس هنستعرضهم استعراض سريع. انما جميع الارتيفاكس تقدر انك انت تجيبها وتشتغل بيها لايسنس، ما فيش اي مشكله قانونيه انك انت تشتغل بالارتيفاكس دي، فالموضوع متاح ما فيش فيه اي مشاكل خالص. كمان باكد على جزئيه ودي مفقودة في أي شهادة بتتكلم على بروجكت مانجمنت حاليا،
موضوع الترانزيشن في اي شهاده حاليه يقول لك بعد المشروع ما يخلص، لا، الترانزيشن في البي ام سكوير بيحصل في الاكسكيوتنج، فكل الديليفربل ما بيتاخد عليه اكسبتنس بيروح على الترانزيشن مباشره، بمعنى بيروح على الاوبريشن. وبالتالي هنلاقي هنا موضوع الترانزيشن والبيزنس امبلمنتيشن الاوبريشن هيظهر معانا اثناء ما احنا شغالين في المشروع، وده حاجه جديده. البروجكت مانجر بيشوف البينيفيتس وهي تتحقق. الكلام ده لو هشتغل مع البي ام اي هيعرف ان الكلام ده بيحصل فقط بعد الكلوز بتاع المشروع، او شغال في اداره البرامج البروجرام مانجمنت سيرتيفيكت هيلاقي ان هي بيحصل فيه على مستوى البرنامج. فطبعا دي هنا هنلاقيها لا بتحصل داخل المشروع نفسه. كمان موضوع الماتيوريتي اللي هو احد المهام بتاعت البي ام او. بصوا يا جماعه باختصار كده، اللي احنا بنقدمه النهارده هو البديل بتاع البي ام او داخل المشروع. بمعنى البي ام او لو هو شغال جوه المشروع بيديك المنهجيه وبيعلي لك الماتيوريتي. احنا بنقول يا بي ام او شكرا، خليك دلوقتي على جنب، احنا هنأهل الاستاف بتاع المشروع يعلي الماتيوريتي، وكمان ان هو يشتغل بمنهجيه جاهزه فيها كل التولز والتكنيكس والارتيفاكس. فده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي إضافة لمحور البيزنس اللي المهندسة سارة بدأت تتكلم عنه من شوية. أنا دلوقتي هاخدكم كده في رحلة، فرجاء هنركب الطيارة كل يربط الأحزمة، هنشوف إيه اللي بيحصل بالظبط داخل المنهجية دي. البداية بتبقى بالإنيشيتنج. الإنيشيتنج بيبدأ إن عندي فيه نيد معين أو في بروبلم أو في احتياج لحاجة معينة. بيبدأ يطلع لي بعد كده ريكويست إن أنا عايز أبدأ بروجكت. بعد كده بيتعمل بيزنس كيس، بعد كده بيتعمل بنوصل للبروجكت الشرطه، كل ده في الانيشيتين. معنى كده طبعا سؤال هيسال دكتور اشرف، احنا هنعمل بيزنس كيس؟ ايوه يا فندم. اساسا احد الارتيفاكس، الارتيفاكس رقم 2 في المنهجيه دي هي البيزنس كيس، فيها تفاصيل التفاصيل ازاي تعمل بيزنس كيس. الارتيفاكت رقم 1 هو البروجكت انيشيشن ريكويست. فالكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان احنا في البدايه قلنا عندنا فكره او في اوبورتيونيتي او في نيد او في بروبلم. بنعمل دوكيومنتيشن الكلام دوت، بيطلع لي البروجكت انيشيشن ريكويست. ناخد مثال عشان بس الدنيا تبقى واضحه. انا مثلا في منطقه عسير في احد الاماكن ما فيش فيها رعايه صحيه، معلش انا عشان في وزاره الصحه فتلاقي الامثله بتاعتي عمليه على الشغل بتاعي. فجاء احد المواطنين رفع شكوى لديوان المظالم، قال يا جماعه انا ما عنديش خدمه رعايه صحيه في المنطقه دي. فديوان المظالم حول لي انا في وزاره الصحه، قال لي في واحد عنده شكوى معينه. فالشكوى دي اترجمت بقى طلب مشروع، اما يكون مركز طبي صحي او يكون مستشفى تخدم المنطقه دي. حتى الان الراجل هنا بيشتكي عن ايه؟ بيشتكي من شكوى، عاوز خدمة رعاية صحية، لا جاب سيرة ننشئ مستشفى ولا جاب سيرة مشروع خالص. فبنجمع هنا بقى الستيك هولدرز ونجيب حد من المنطقة عسير، تعالى بتاع منطقة عسير ادرس الموضوع دوت حسب الوضع اللي موجود عندك. الراجل قعد يدرس، طلع قال يا جماعة عاوزين نعمل مستشفى مش سرير. من خلال بيزنس كيس. بعت ريكوايرمنت عندي على وزارة الصحة، احنا جهزنا الكلام ده رفعناه لوزارة المالية، وزارة المالية قالت عاوزين تفاصيل أكتر عن المطلوب، البيزنس كيس عايزين تفاصيل أكتر، الديليفربلز السكادول بقية المتطلبات المعروفة عشان إن هو في الآخر خالص يتم الموافقة عليه ويقول لي إحنا اعتمدنا لك البادجت بتاعتك. كل الكلام ده خلص يقول لك أوكي، روح بقى على الفيز اللي بعتها. هنعمل بلان للمشروع اللي تم الاتفاق عليه. بيبدأ ببلان كيك أوف ميتنج، بنجمع التيم بتاعنا، بنعمل بروجكت هاند بوك زي البروجكت كانفاس اللي قدمته المهندسه ساره من شويه. بيطلع بعد كده البروجكت ورك بلان وجميع البلانز، بيطلع لي الستيك هولدر ماتريكس وجميع البلانز بيتم الاتفاق عليها. هنا في البروجكت هاند بوك هيتحط جميع الرول والريسبونسابيلتيز بتاعت المشاركين داخل المشروع بتاعي. فبالتالي عندي بلانز، عندي رول وريسبونسابيلتي، عندي اوريدي المنهجيه فيها الفيزز، عندي الارتيفاكس، دول الاربع حاجات اللي احنا بنعتمد عليهم داخل المنهجيه بتاعتنا.
اوكي البلانج فيز بنبدا بالميتنج، بيطلع لي كيك اوف ميتنج اجنده ومينتس اوف ميتنج. داخل الارتفاكس 33 ارتفاكس هيديك المينتس اوف ميتنج عباره عن ايه؟ بيديك الاجنده بتاعه الميتنج تجهزها ازاي؟ الله اكبر. ما فيش اي شهاده في الدنيا بتتكلم بالتفصيل التفصيل دوت. هتخش على البروسيس بتاعتك عشان تعمل تريننج على حسب نوع المشروع بتاعك. نوع المشروع بتاعك تيليكومينيكيشن، كونستراكشن، اويل اند جاز، وات ايفر. دكتور اشرف، هي المنهجيه ديت بيتعمل بيها مشاريع الاجايل؟ بيتعمل بيها مشاريع الاجايل يا فندم، ما عنديش اي مشكله خالص. هتعمل تنج على حسب المشروع بتاعك، هيطلع لي الهاند بوك ويطلع لي اول سته مانجمنت بلان. النهارده هنتكلم على اثنين منهم اللي هم الكوميونيكيشن بلان والكواليتي بلان. بعد كده تعمل اساينمنت للرول والريسبونسابيلتيز لجميع افراد المشروع، وتشوف في حاجه اسمها ستيك هولدر ماتريكس، فيها جميع الرول والريسبونسابيلتي لاي حاجه تتوقعها داخل المشروع. انت فقط بتعمل اساين للشخص ده، بتعمل له اساين وبتحدد له بقى السكيلز بتاعته وايه هو اللي موجود وهو اللي متبقي له، وتعمل له تريننج بتاعه ازاي. يعني انت هنا تبقى شغال كمان هيومن ريسورس مانجمنت، مش فقط شغال توكمان موديل تجمع التيم والتيم يبدا يشتغل ويبقى فيه مشاكل ويبقى فيه ستورمنج وبعد كده يتوافق. لا لا لا، الكلام ده مش موجود هنا خالص. الكلام ان هو انك انت بتمانج التيم فعلا على حسب احتياجاته وانت بتاخد التيم. خلاص اوكي، عملت اساينمنت، بترجع بقى تشوف السكوب اللي عندك والسكادوال والكوست بتاعك لحد ما تطلع الوك بلان. جمع بقى جميع الوك بلان، عندنا 13 بلانز موجوده داخل المشروع. ريكويرمنت مانجمنت بلان، عندنا ديليفر اكسبشن بلان، وبما ان احنا شغالين بزنس هتلاقي في حاجه اسمها بزنس امبلمنتيشن بلان، دي جديده تماما ما حدش شافها قبل كده. كمان موضوع الترانزيشن، هتعمل ترانزيشن بلان للديليفربلز ازاي توديها للاوبريشن. كمان عندك الديليفربل اكسبتنس بلان، لابد تحدد جميع الكرايتيريا بتاعه قبول الديليفربلز بتاعتك. كمان عندك حاجه مهمه جدا، الاوتسورسنج بلان. الاوتسورسنج بلان هتخضع هنا لاجراءات الاورجنايزيشن بتاعتك. يعني انت شغال مثلا جهه حكوميه، طبعا هتتبع اداره المشتريات او الاداره العامه للميزانيه او وزاره الماليه او وات ايفر. برايفت سيكتور، يبقى حسب ما انت موجود عندك داخل برايفت سيكتور. اوكي وصلت لي عملت البلان بتاعتك، يبقى انت كده ريدي فور اكسكيوتنج. ريدي فور اكسكيوتنج، ريدي فور بلاننج، ريدي فور كلوزنج. الكلام ده لازم من خلال التشيك ليست. كل التشيك ليست هتلاقيها يعني في الاكسكيوتنج، في من ريدي فور بلاننج للاكسكيوتنج في 38 ايتم. 38 ايتم دولت ما هماش كي بي ايز. 38 ايتم دول انت بتراجع شغلك كبروجكت مانجر، هل انت شغال صح ولا في حاجه ناقصاك؟ يعني المنهجيه دي اوتوميتد مع نفسها، لازم تتشك على نفسك قبل ما تنقل من فيز لفيز، لابد تتاكد وتعمل فيريفاي انك انت طبقت جميع تفاصيل المنهجيه اللي انت شغال عليه. بعد كده هنروح بقى على الاكسكيوتنج، تبدا طبعا بالميتنج بتاعك، وطبعا التيم بتاعك هنا يبقى الاساس معاك. انت كبروجكت مانجر هتشتغل زي كده السكروم ماستر في الـ في في الـ في الاجايل والسكروم، انت بتبقى شغال فاسيليتيتور او كوردينيتور، فانت هتشتغل كبروجكت مانجر كوردينيشن، وهتخلي التيم يطلع الديليفرز بتاعته مع طبعا الكواليتي، والكواليتي هوت هيبقى طرف ثالث، وانا اوريدي هستعرض الكواليتي مانجمنت بلان عشان تشوف هم بيعملوا ايه في الكواليتي عندهم. طبعا هنا لازم انت بتكوردينيت بقى ريسورسز والاكوبمنت والماتيريال والبيبرز وما الى ذلك، وتعمل ديستريبيوشن انفورميشن على حسب الكوميونيكيشن مانجمنت بلان اللي هتفاجئ بيها النهارده، وكانك لاول مره تشوف كوميونيكيشن مانجمنت بلان. كوميونيكيشن بلان عجيبه اشد ما يكون، محدده كل تفاصيل الكوميونيكيشن داخل البلان بتاعك. هنروح بقى على الاكسكيوتنج. اوكي خلاص عملت الكوك اوف ميتنج، عملت الكواليتي، جهزت الروبوتات بتاعتك، هتوزع الانفورميشن، ربنا يكرمنا وتاخد موافقه على الديليفربوز بتاعتك والناس توقع لك، ويومتها كده اوكي جاهز تروح لفين؟ جاهز تروح للكلوزنج. الكلوزنج هتقول لي فين المونيتور اند كنترول؟ احنا هنا بنتكلم فيزز،
عندنا 4 فيزز فقط. المونيتور اند كنترول هو اللي بيهيمن على كل الفيزز دي زي ما نشوف بعد شويه. هتعمل طبعا في الاول انترفيو ميتنج عشان تتاكد ان كل حاجه تمت، تجمع ما يسمى بالدروس المستفاده وما يسمى بافضل الممارسات. بص يا جماعه، المنهجيه دي قائمه على افضل الممارسات، افضل الممارسات اللي جمعوها من المفوضيه الاوروبيه، وعلى مدار اكتر من 10 سنوات الى الان كل الخبرات اللي هم جمعوها حطوها لك داخل المنهجيه دي. فهي المنهجيه عمليه وتطبيقيه وبناء على ممارسات تم تطبيقها وحققت نتائج. فكل ما هتشوفه دوت هو افضل ممارسات من غيرك. انت بقى ربنا يكرمك وانت شغال، طلع انت افضل الممارسات بتاعتك وتبقى هي دي افضل الممارسات الخاصه بالاورجنايزيشن بتاعتك. لو لقيت حاجه افضل منها خد منها واعمل بنش ماركينج واشتغل. هتوصل في النهايه على الادمنستريتيف كلوزر، وعشان تبقى جاهز انك تقفل المشروع. عشان تقفل المشروع لابد البروجكت اونر يوافق لك، يديك ساين اوف، وهنشوف الكلام ده بيتم ازاي. الكلوزنج فيز قلنا زي ما قلنا بيبدا بالميتنج، بعد كده بتعمل كابتشر للليسونز ليرند والريكومنديشن للكلام اللي بعد كده، تاخد الفاينل اكسبتنس، تمشي الريسورسز بتاعتك وتاركايف البروجكت، وتبقى جاهز بعد كده انك انت تقفل المشروع بتاعك. طب المونيتور اند كنترول بيعمل 13 اكتيفيتي عشان ان هو يمونيتور كنترول المشروع بتاعه. هي مانج الستيك هولدر، هي مانج الايشوز والديسيشن، هي 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 مانج الترانزيشن. هنا في ترانزيشن هيتم. هي مانج يعمل كنترول على الكوست، هي مانج الكواليتي، هي مانج الاوت سورسنج لو في داخل معاه كونتراكتر او سبلايرز من بره، هي مانج التشينج. خد بالك البلان والتشنج لوج والايش لوج والكلام ده هتشوف في داخله انك انت لازم تطبقه عمليا، مش فقط نقول لك انت محتوى اللوج ده عباره عن ايه. مش هنتكلم عن محتوى خالص، احنا نقول لك انت هتمشي خطوه خطوه ازاي، ولو مثلا انت في تشين التشنج الامباكت بتاعه لابد يسمع من خلال رقم تاثير معين، وانت طبقت في التشنج ده قد ايه ومتبقي لك قد ايه. كده بقى احنا بنتكلم بشكل رقمي وعارفين ان احنا بنمانج المشروع بتاعنا ازاي. طبعا هتاخد اكسبتنس على الديليفرز بتاعتك، هتمونيتور البرفورمانس، وهتكونتر كنترول السكادول. اوكي، طب الكلام ده انا هعمله ازاي؟ هو ده البروجكت جوفرنانس اللي هو بيهيمن على الموضوع ده كله. عشان نفهم التشارت ده انا هضرب 3 امثله عمليه. ال3 امثله دول هيوضحوا لك موضوع الجوفرنانس موديل او الرام اللي هو بيمانج المشروع دوت. اول لير من فوق اللي هي البيزنس جوفرننج لير، وديت لو انا في مثلا عمل حكومي هتبقى وليكن وزاره الماليه او الاداره العامه للمشتريات او الاداره العامه للميزانيه. طب لو انا شغال مثلا في شركه برايفت زي كوكاكولا مثلا، انا طبعا هضرب مثال على كوكاكولا بما اني كنت شغال داخل كوكاكولا، هيبقى المراقب المالي هو الجفرنس بادي بالنسبه لي. طب لو انا شغال مشروع ارامكو اي بي سي، هتبقى شركه ارامكو نفسها الاداره العامه فيها هي هتبقى الجفرنس بادي. طب ننزل بقى تحت، عندي حاجه اسمها ستيرنج كوميتي، ودي بتتكون من سوليوشن بروفايدر وبروجكت مانجر وبروجكت اونر وبزنس مانجر. الاثنين اللي على اليمين دولت هم دول اللي هينفذوا المشروع. السوليوشن بروفايدر الجهة اللي هتنفذ المشروع، البروجكت مانجر الجهة اللي بتنفذ المشروع. هيتعين لي البروجكت مانجر، هو ده راجل حبيبنا وده الراجل اللي احنا مركزين عليه طوال المشروع. طيب الجهة اللي هتنتفع بالمشروع هيطلع منها واحد اسمه بروجكت اونر، والبروجكت اونر ده هيبقى كلوزد قوي للبروجكت مانجر، هيعين واحد اسمه بيزنس مانجر اللي هو هيبقى مسؤول ومنوط كل المسائل الخاصه بالبيزنس، وبالتالي هو اللي هيعمل البيزنس كيس، هو اللي هيعمل البيزنس امبلمنتيشن بلان، هو اللي هيشوف اي تشينج خاص بالبيزنس صاحبنا ده هيبقى مسؤول عنه. الاربعه دولت لابد ان هم يشتغلوا مع بعض بشكل كولابوريشن، لكن اللاير اللي تحت ديت البروجكت مانجر والبيزنس مانجر دول لازم يكونوا الكوميونيكيشن بينهم عالي جدا جدا وفي الكولابوريشن عالي. وبالتالي هنستخدم مفاهيم الاجايل والبرنسبلز بتاعه الاجايل ازاي ان هم يعملوا كولابوريشن بينهم بعض
وعلى فكرة في المنهجية دي اللي تشينج ويلكم، حتى لو وانت بتقفل المشروع، حتى لو الاوتبوت تم وراح للاوبريشن وانت خلاص بتشوف البينيفيت، قام قال لك معلش في حاجة احنا محتاجينها لازم نعمل لها الاينمنت، عندنا الاتشنج هنا مرحب بيه. فالمنهجية دي هي بتدعم الووتر فول وبتدعم الاجايل ابروتش، وبتدعم كمان اللي انا شايفه من وجهة نظري اللين ابروتش. هو اللين هو اللي بصراحة اللي واضح قوي في المنهجية بتاعتنا دي. بعد كده يبقى بروجكت كور تيم، وده طبعا هيبقى اندر البروجكت مانجر، وعندنا البيزنس امبلمنتيشن جروب، وده اليوزرز او الناس الريبريزنتيتيف للاوبريشن، ودول البرفورمنج لير. طب على الناحيه الثانيه كده هنلاقي عندنا البروجكت سبورت تيم، ده مثال عليه البي ام او في المنطقه العربيه او في امريكا وفي اوروبا بيسموه البي اس او. طب ناخد كده بقى مثال زي كده ما ضربت في الاول، الاخ اللي هو طلب عايزين يا جماعه خدمه رعايه صحيه في منطقه عسير، ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ هو الابروبريت جفرنس بادي هتبقى وزاره الماليه، ومع الاداره العامه للمشتريات، ومع الاداره العامه للميزانيه. نيجي هنا هو سوليوشن بروفايدر هيبقى الاداره العامه للمشاريع بوزاره الصحه. البروجكت مانجر معلش اعتبره يبقى انا يعني تواضعه كده واقبله ان انا ابقى مدير المشروع. البروجكت اونر هيبقى مدير عام منطقة عسير، هو ده الجهة المنتفعة بيه، هيطلع لي من جوه المنطقة واحد هو اللي هيشرف على استلام المشروع مني، وده هنسميه البيزنس مانجر، وليكن عشان انا عارف بقى الناس بتوع منطقة عسير مثلا يبقى المهندس عبد الله هيبقى هو البيزنس مانجر. طيب مين البروجكت كور تيم؟ انا هجيب بقى الناس اللي هيشتغلوا معايا ينفذوا المشروع دوت، الجماعة اللي هنا هوت اللي هيستلموا المشروع يشغلوه، الاستاف بتاع المستشفى بالكامل. ده مثال لو احنا شغالين في مشروع حكومي. طيب مشروع زي كوكاكولا احنا طبقنا في احد السنوات اي ار بي سيستم مع شركه كوكاكولا، قلنا فوق هيبقى المراقب المالي، هيبقى هنا اداره نظم المعلومات، انا هبقى بروجكت مانجر، هيبقى تحتي هيبقى الجماعه المهندسين والمحاسبين لان الاي ار بي سيستم اخد الاثنين مع بعض. البروجكت اونر احنا كنا طبقنا المشروع ده في اكتر من مصنع، كوكاكولا فيها 27 مصنع ومخزن، فهيبقى هنا البروجكت اونر هو مدير عام المصنع. البيزنس مانجر، وبما ان الاي ار بي سيستم كان فاينانس في المقام الاول فكان هنا مين؟ كان الفاينانس مانجر بتاع السايت نفسه. البيزنس امبلمنتيشن جروب كان بقى اليوزرز بتوع البيبل والجي ال والريسيفابل والسيلز اند انتري والانفنتوري وما الى ذلك. طب ناخد مثال ثالث، الجماعه بتوع ارامكو عايزين نعمل اي بي سي كونتراكت، هيبقى اداره ارامكو هي الجفرنس بادي بتاعي، هنيجي هنا هو السوليوشن بروفايدر اداره المشاريع داخل ارامكو، هتطلع لي بروجكت مانجر من عندها هيبقى الاونر ريبريزنتيتيف. خد بالك انا هنا بتكلم، لا ممكن انك انت تنفذ المشروع بنفسك، واحنا في ارامكو اوريدي لو المشروع اقل من 5 مليون بنعمله بنفسنا. طيب لو المشروع 100 مليون فيما فوق طبعا بنجيب كونتراكت من بره، في الحاله دي يبقى فيه ممثل مدير مشروع ممثل للمالك وهيجيب كونتراكت من بره، هتبقى قصه ثانيه هنخش فيها الاول سورسين. طيب مين البروجكت اونر؟ البرودكشن مانجر او السايت اللي احنا هنشتغل عليه، البيزنس مانجر وليكن السايت مانجر او الفيلد مانجر. رجاء لو حد فاتح مايك رجاء يقفله بعد اذنك، لو حد فاتح مايك يقفل. البيزنس انفيتيشن جروب طبعا خط الانتاج بالكامل هيبقى هو ده اليوزر والبيزنس ريبريزنتيتيف. اعتقد كده انا وضحت الى حد كبير المنهجيه عامله ازاي. كويك ستارت، هنروح للمهندسه ساره تكمل الرحله مع حضرتك. مهندسة سارة اوكي، دكتور اشرف كده سامعني؟ اوكي اتفضلي يا فندم. تمام انا اتكلمت ونسيت افتح المايك سوري. اوكي اتفضل. هندخل كويك ستارت بقى على البروجكت، المفروض ان ايه الخطوات اللي انا بنفذها لغايه ما اوصل للديليفرابل بتاعتي.
اول حاجه ان انا المفروض ان انا عشان اطلع اعمل بزنس كيس بعمل ايه، بحدد في اللجنه التوجيهيه اللي هو البروجكت ستيرنج كوميتي، وبشوف ايه الهدف من المشروع والريكويرمنت اللي انا محتاجها للمشروع وايه البادجت وايه الكونسترينز الخاصه بالمشروع. بعد كده ببتدي اعمل البروجكت تشارتر، بحدد الستيك هولدرز اللي بيطلع السكوب الخاص بالمشروع، مين اللي المفروض يشارك في المشروع ومين اوت، ايه قائمه الافتراضات والكونسترينز، ايه الابروتش المناسب اللي انا هستخدمه، يعني هستخدم انهي منهجيه هطبقها، ايه البلانز اللي انا هستخدمها، ايه الريسورسز، ايه الكوست، ايه التايم بتاعها. بعد كده بدخل على مرحله اللوجز، ان انا اعمل انيشيتنج لللوجز زي الايشيو لوج او الريسك او الديزيشن والتشينج لوجز. وعلى فكره الايشيو والريسك والتشينج كلهم انبوت في الجزء بتاع الديزيشن لوج. اللوجز دي بحدد فيها الديفينيشن بتاع كل ايشيو موجود ومين الريسبونسبل والليفلز بتاعته ومجموعه من الحاجات هنشوفها في اللوجز لما هنيجي نفتحها. بعد كده بدخل على الجزء بتاع البلاننج، بدخل في البلاننج بعمل كيك اوف ميتنج، بحط بستعرض البروجكت تشارتر وببتدي ان انا اعمل البلاننج فيز الخطوات الخاصه بالبلاننج، وبعمل تيلرنج بقى او كاستمايزيشن على النيد بتاعت البروجكت بتاعتي. فبعمل كاستمايزيشن للبلانز، ايه البلانز اللي انا هستخدمها وايه الابروتش اللي انا هستخدمه، ايه التيم، ايه الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعته، ولما يكون في كونفليكت المفروض ان انا هتعامل ازاي. انزل بدخل كمان في مرحله الكوميونيكيشن بلان، ودكتور اشرف هيستعرضها من الحاجات الرائعه اللي موجوده في البي ام سكويرد، التمبلتس الجميله ازاي حاضر ان انا اتعامل في الجزء بتاع الكوميونيكيشن، هسلم ازاي لمين، وازاي ان انا اقدر ان انا احدده، والفريكوانسي وحتى بتاع تسليم مثلا الاكتيفيتي او الاوتبوت الخاصه بكل مرحله. وطبعا الجزء الخاص بالبروجكت ورك بلان، ان انا بقسمهم بقى لورك بريك داون وبيسز صغيره اقدر ان انا اكونترول عليها، بشوف بقدر ان انا استيميت او ان انا احدد الايفورت والكوست بتاعت كل ورك موجود عندي، وحتى الديتيلد بادجت بتاعت الريسورسز اللي موجوده، وكل ده موجود مشروح بطريقه كويسه جدا في الجزء بتاع البروجكت ورك بلان، وايه التبعيات وايه الريسورسز اللي موجوده والتاريخ بتاع التسليم بتاع كل يعني ورك او بيس موجود في البروجكت نفسه. بيقول لي من اكتر الحاجات اللي لازم ان احنا نكون عارفينها ان كل مرحله بيبقى ليها درايفر وليها انبوت وليها اوتبوت. فبيقول لك ان مثلا المرحله اللي هي بتاعه الانيشيتنج بيكون التشامبيون او اللي ماسك المرحله واكتر واحد بيدرايف الجزء ده هو البروجكت اونر، ولكن في مرحله البلاننج بيكون البروجكت مانجر، وفي مرحله الاكسكيوتنج اللي هم المسؤولين على ان هم يسلموا الديليفرابلز بيكون البروجكت كور تيم هو اللي بيكسكيوت او بينفذ الديليفرابلز، فهو بيكون الدرايفر بتاع مرحله الاكسكيوتنج لغاية ما بنوصل لمرحلة الكلوزينج وإن إحنا نسلم الديليفرابلز بتاعنا، وبيكون الستيك هولدر ساتسفايد، لذلك الدرايفر بتاع آخر مرحلة في الكلوزينج هو الستيك هولدرز. تعالوا كده نستعرضها زي ما بيقول هنا، عندي البروجكت درايفر هنا في مرحلة الانشيتنج، عندي البروجكت اونر، أنا بدخل البيزنس كيس، بطلع بالبروجكت تشارتر، وبيتم ايه في مرحله الانيشيتنج، بعمل بحدد ايه هو السكوب وبعين البروجكت مانجر. بعد كده بدخل في المرحله ريدي فور بلاننج، بعمل التشيك ليست بتاعتي دن خلاص، ادخل بقى الانبوت عندي البروجكت تشارتر، واطلع بالبروجكت هاند بوك، واطلع بالبروجكت ورك بلان، وبنفذ في المرحله دي ببتدي ان يكون السكوب بستكمله بوضحه اكتر، وبعين الكور تيم اللي هو التيم اللي هينفذ الديليفرابلز الخاصه بالبروجكت، وبيكون المين درايفر هنا عندي البروجكت مانجر في مرحله البلاننج. بعد كده بعد ما بطلع البروجكت هاند بوك وبطلع البروجكت ورك بلان، بدخل في الجزء الخاص بالريدي فور اكسكيوتنج التشيك ليست، بشوف التشيك ليست اللي عندي،
دن خلاص، ادخل بقى في المرحله بتاعه الاكسكيوتنج، وبيكون المين درايفر عندي البروجكت كور تيم، وبدخل عندي البروجكت ورك بلان عشان اطلع الديليفربلز المفروض ان انا اسلمها للمشروع. وفي المرحله بتاعه الاكسكيوتنج دي انا بحاول امانج على قد ما اقدر السكوب اللي موجود عندي، وبيكون في كوردينيشن ما بين اعضاء المشروع. وبيجي في اخر مرحله بعد ما اكون خلصت خلاص عرفت ايه الديليفربلز اللي عندي، بعمل ريدي فور كلوزنج في التشيك ليست، بحددها بشوف لو هي تمام انا عديت المرحله المسموح بيها، ابتدي ادخل لمرحله الكلوزنج. المين درايفر عندي هنا الستيك هولدرز بيعملوا ايفالويت للديليفربلز اللي اتسلمت، لو دان خلاص هي فعلا بتساتسفاي الستيك هولدر، فبوصل بعد كده للبروجكت اند ريبورت واسلم البروجكت، واطلع اطلع بالليسون ليرند الخاصه بالبروجكت، وباكسبت البروجكت كله. طيب احنا كنا بنتكلم عن مجموعه من التمبلتس والارتفاكتس اللي هي بتقدمها البروجكت مانجمنت سكوير. مثلا عندي في مرحله الانيشيتنج ريكويست، البيزنس كيس، هو عامل حتى التمبلت كل حاجه فيها المفروض ان انا بستخدمها ازاي، وعامل مثال لكل حاجه موجوده، والبيزنس كيس بتاعتها اكتر من رائعه، يمكن انا بستخدمها اكتر من اللي موجوده عندي في البيزنس، يعني البيزنس كيس اللي موجود هنا افضل بكتير، وفيها سوات اناليسز، وفيها الترناتيف سولوشنز، ولو عملت ده استخدمه افضل ولا السولوشن التاني، لغايه ما اوصل للسولوشن المناسب، وايه الامباكت اللي هيعود على الاورجنايزيشن. والبروجكت تشارتر في مرحلة البلاننج، البروجكت هاند بوك، في مجموعة من المانجمنت بلان اللي هم الستة اللي احنا قلنا عليهم، وفي عندي الترانزيشن بلان والبزنس امبلمنتيشن والديليفربل اكسبتنس بلان والاوت سورسينج بلان والبروجكت ورك بلان والبروجكت ستيك هولدر ميتريكس، كل ده متحدد وموجود في المرحلة بتاعة البلاننج. وفي الاكسكيوتنج اللوجز، سوري الدوكيمنت الموجودة في المينتس اوف ميتنج والميتنج اجندا والتشينج ريكويست، وعندي الريبورتس اذا كان بروجريس او الكواليتي ريفيو ريبورت بتاع الكواليتي ريفيو او البروجكت ستيتس ريفيو ريبورت، دي من الريبورتس اللي هي موجوده في مرحله الاكسكيوتنج. وباجي في الاخر مرحله الكلوزنج بقدم البروجكت اند ريبورت اللي بيكون فيه في الاخر الليسون ليرند بتاعه المشروع. الجزء بقى كل ده بيتم من خلال المونيتور والكنترول على كل مرحلة، ومن خلال مجموعة من اللوجز بتكون موجودة عندي زي التشينج لوج والايشيو والريسك والديزيشن، والبروجكت ورك بلان بعمل لها ابديت دايما طول ما انا ماشي خلال المشروع، وكمان اللوجز كمان بعمل لها ابديت، والتشيك ليست اللي احنا قلنا عليها علشان اطلع من كل مرحله للتانيه، يعني زي الكواليتي ريفيو تشيك ليست، الستيك هولدر كمان، الترانزيشن، البيزنس امبلمنتيشن عشان اقول فعلا ان انا حققت البيزنس امبلمنتيشن الريكويرمنت الموجوده فيه، او الترانزيشن، او حتى الديليفربل اكسبتنس، وكمان الستيك هولدرز تشيك ليست وغيره من التشيك ليست لازم اكون هو، يعني احنا لما هنستعرضها دلوقتي هنشوف قد ايه كل عنصر فيها بيسمع في حاجة تانية، عشان في الاخر بيطلع لي زي تشارت بتقول لي المفروض هل انا اعدي بقى واروح للمرحلة اللي بعدها ولا لا. المايند سيت اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الاول اللي هو بيلر من يعني او مش سوري ماسك البيلرز اللي هي الخاصه بالمنهجيه، فهي المنهجيه اصلا المايند سيت بتاعها هو خاص، يعني بيتكلم اكتر ان ايه الحاجات الكروجل اللي المفروض التيم يفوكس عليها عشان يقدر ياتشيف البروجكت جولز. فبيقول لك ان هي مجموعه من الاتيتيودز والبيهيفير بتساعد البروجكت تيم علشان هو يعدي من خلال حتى المشاريع اللي فيها كومبلكس عالي او في معقده عشان يقدروا يحققوا الأهداف بتاعة المشروع. ومن ضمنها مثلا ان هو حتى بيابلاي البي ام سكويرد بتابلاي البيست براكتس عشان يقدروا ان هم اللي هي احسن الممارسات او افضل الممارسات عشان يقدروا يحققوا او يعملوا مانجنج للبروجكت كله، يعني مثلا يعزز الثقافه اللي موجوده والكوميونيكيشن والكولابوريشن وحتى الاكاونتابيلتي، يعني مين هيتحاسب ومين responsible ومين accountable، بيشوف مين الرولز ومين الشخص المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب،
الحاجة الثانية مثلا ان هو بيحط بيخلي البروجكت ستيك هولدرز يعني متداخلين في الجزء بتاع الاورجنايزيشن تشينج وهكذا. طيب مهندسة سارة، معذرة عشان بس الوقت سحب معانا جدا، محتاجين نعرض نموذج للارتفاكس، فحضرتك تمام اعرضي بسرعة، اعرضي بسرعة التشيك ليست بتاعت الكواليتي اوكي ماشي في دقيقتين، وانا هعرض الكواليتي مانجمنت بلان والكوميونيكيشن مانجمنت تمام بلان. اتفضل. كده باينه، المفروض كده باينه صح؟ اوكي تمام. طيب انا عندي الكواليتي ريفيو تشيك ليست، لو اتكلمنا بقى في دي هي التشارت اللي بره، هي بيمسك في كل بقى مرحله او في كل سوري اريا في البروجكت، السكوب السكيدجول الكوست الكواليتي، وهنا لونها احمر لان هي زيرو. لا اعملي شير على الملف الاكسل، انت كده جوه لسه الباوربوينت. طيب ثانية واحدة. تمام اوكي كده تمام. تمام. الكواليتي ريفيو تشيك ليست هنا هو بيوري التشارت في الاخر اللي هي هتكون نتائج الخاصه بالكومبوننت اللي موجوده جوه او الارياز اللي موجوده جوه عندي، اللي هي خاصه بالسكوب وخاصه بالسكيدول والكوست والكواليتي والريسك والايشوز والكوميونيكيشن وكده، كل ده احمر لان هو زيرو. تمام. فكده ان انا ما اقدرش ان انا اعدي المرحله الثانيه، لكن لو يعني لو هو احمر فاللي هو اللي من زيرو، يبقى انا مش هقدر ان انا اعدي اقول ان هو يعني done او ان هو فعلا هو ده السبيسيفيكيشنز اللي انا عايزها. طيب لو هو اكتر من مثلا 50% او من 50% هيبقى لونه اصفر، طب اكتر من 80% فهيبقى لونه اخضر، فاقدر ان انا انتقل بعد كده للمرحله اللي بعدها. يعني في السكوب مثلا انا لو جيت عملت خليتها انا هعملها سريعا كده ان هي كلها هتبقى يس، فهناخد بالنا من الجزء بتاع السكور اللي هنا، وهناخد بالنا من الزيرو بن سوري من اللون الاحمر اللي هنا هيتغير ازاي. انا هشوف السكوب في الانيشيتنج، لو كل الريكويرمنت اللي موجوده دي اتحققت فهياخد مثلا يس يس. تمام كده انا وصلت 13 17، حدي ده درجة لأن في حاجات عليها درجات، مثلا حدلها 10. كده أنا دخلت 50% فبقت لونها أصفر. تمام 58%، 71%، 71%. بقى لونها اخضر اهو لما وصلت المرحله لغايه ما وصلت السكور عندي 83%. تعالوا نشوف السمري. بصوا هنا في الكواليتي بروجكت كواليتي اوفر فيو، عندي في مرحله السكوب هو فعلا عدى الحد الادنى ان انا خلاص يبقى ده السكوب ده تمام. الكواليتي لما انا جيت نفذته في مرحله السكوب هو وزن فعلا الكواليتي، فاقدر ادخل لمرحله السكيدول حقق 83% وبقى لونه اخضر. فانا عايز اقول ان كل الارتفاكتس بتسمع في بعض لو دخلت في الكوست في المرحله بتاعه البلاننج. لا معذرة يا مهندسة، خلاص نتفق كده بالجزء ده تمام عشان احنا الوقت بقى ليمتد جدا. اوكي اخرجي من الشير دوت، واحنا بس بنؤكد ان الارتفاكت الملفات دي اوتوميتد يا جماعة، بمعنى ان هي بتسمع في بعض، وبالتالي موضوع الاوتوميشن طيب الزميل بيسأل على موضوع بيقول الملفات دي موجوده فين؟ انا اوريدي لسه من شويه منزل اللينكات بتاعت جميع الملفات دي. روح كده بس على الشات هتلاقي الكلام ده موجود. انا دلوقتي هستعرض كده سريعا الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، وبعده الكواليتي مانجمنت بلان. ايه اللي موجود جوه الكوميونيكيشن؟ يعني هعدي بسرعه بس لان الوقت فعلا سحب مننا. كل حاجه متحدده يا جماعه، الميديا ايه هي؟ انا هستخدم ايه الميديا اللي انا هستخدمها؟ ايه هي الايتمز اللي انا هشتغل بيها؟ ايه انواع الميتنجز؟ جميع انواع الميتنجز موجوده جوه الكوميونيكيشن بلان، وجايب لي كل ميتنج ايه المحتوى بتاعه وايه الاجنده بتاعته وهتعمل ايه قبل وبعد واثناء. فمفيش كوميونيكيشن مانجمنت بلان جايبه الكلام ده
بهذا التفصيل، البوست البروجكت ستيتس اللي بتعمل كل اسبوع او اسبوعين، مين اللي بيشارك فيه، ومفترض انتوا بتتكلموا فيه في ايه، ومفترض هتوزع الكلام ده عليهم ازاي. كل ده هو الكوميونيكيشن مانجمنت ان البروجكت ريفيو ميتنج. بنفس الوضع دي جميع الميتنج موجوده، وبالتالي انت هتلاقي حاجه سهله تمشي بيها، اشتغل بيها واتقنها، بعد كده تقدر انك انت تطور عليها على حسب ما يتناسب اليك. طبعا بعد كده هيبقى عندي المينس اوف ميتنج بيتعمل ازاي، جايب لك كل ريبورت من الريبورتات دي عباره عن ايه وبتعمله ازاي، وهيديك اللوج بتاعه، كمان جايب لك التابل بتاع كل ريبورت وكل ميتنج بتعمل ايه والفريكوانسي ازاي، وهي اصغر كده شويه شويه، والميديا بتاعته ازاي. اعتقد ان جدول بهذا الشكل بالعظمه ديت بكوميونيكيشن بلان، اعتقد دي حاجه يعني ممتازه جدا وهي جدا جدا. نخلص من الكوميونيكيشن، نروح بعد اذنكم على الكواليتي بسرعه. برضو الكواليتي مانجمنت بلان، اوكي انا بس عايز بس اجيب فيها حته مهمه ليكم عشان تعرفوا الناس عاملين الكواليتي دي بالشكل الفلاني. هم اخدينها كمنهجيه كابروتش، اخدينها خطوات، وهم اوريدي يعني حته المنهجيه باهته قوي على شغلهم، متاثرين بها قوي، فتلاقي معظم شغلهم ماشي بخطوات وجداول وتيمبلز وارتفاكس، يعني المايند سيت هتلاقيه مسمع في كل حاجه وماشي على حسب الخطوات اللي موجوده. الفكره بس هتلاقي التشارت ده موضح لك كل حاجه بالخطوه وايه الاوتبوت بتاعته وماشيه بخطوات ازاي لحد ما ربنا يكلمك وتوصل لنهايه للفاينل اكسبتنس وازاي انك تحصل عليه كده بس. لا يا فندم، ده انت كمان الرول والريسبونسبيلتي مع كل اكتيفيتي من دول، مثلا الكواليتي مانجمنت بلان، مين الريسبونسبل بيها؟ البروجكت مانجر هو اللي بيعدها. طيب مين الاكاونتبل؟ البروجكت سبورتنج، البروجكت سين كوميتي، اللجنه. البروجكت اونر هيبقى كونسلتنت، البيزنس مانجر هيبقى كونسلتنت. طب الاكسبتنس بلان هيبقى ما بين البروجكت مانجر وما بين برضه البي اس سي. طيب الكواليتي اشورنس هيبقى ريسبونسبل بيها التيم نفسه، هو اللي يبقى مسؤول عن التسليم وعن الانسبكشن وعن لو في اي مشاكل حصلت. البروجكت مانجر يبقى اكاونتبل. هتلاقي في الباقي بقى البروجكت مانجر ريسبونسبل زي البرفورم دريفر اكسبتنس مع البروجكت اونر، لان هو الجهه المنتفعه بالمشروع. الكلام ده مش فقط في البلان دي فقط، في جميع البلانز هتلاقي بالطريقه دي، ماسك لك بقى بخطوات وريسبونسبل ايه والتول والتكنيكس ايه. احنا كنا نتمنى نكمل تول وتكنيكس، لكن اوريدي انتوا الماتيريال هتنزل معاكم، لكن اعتقد الوقت خلاص كده خلص، احنا اكتر ناس ملتزمين بالوقت. فاوكي مهندس هشام، احنا كده خلصنا الجزء اللي عندنا، فاحنا جاهزين في الاسئله والرد على الزملاء الافاضل. نتمنى بس نكون قدمنا لكم حاجه يعني تاد فاليو لحضراتكم يعني. شكرا دكتور اشرف، ما شاء الله حاجه جميله جدا، وعرض رائع ممتاز، ومشاركه متميزه من الاستاذه ساره. اشكركم على هذا الاداء وهذا الاعداد وهذا التقديم الوافي. الموضوع كان يستحق اعتقد نفرد له مساحه اكبر من كده، وممكن نرتب فيما هو قادم ان شاء الله، اذا اتفقنا ان يكون في جزء اخر نكمل فيه الامر، او نفسح فيه مجال اوسع للنقاشات بعد الناس ما تكون اعاده مشاهده اللقاء مره اخرى. وطبعا بيكون متاح على اليوتيوب وعلى قناه وعلى صفحه الفيسبوك الخاصه بالجمعيه. شكرا جزيلا لكم على هذا العرض، وابدا اختصر في الوقت واخذ الاسئله. الدكتور احمد العنتري، طبعا الدكتور احمد العنتري رئيس لجنه تعليم وتدريب بالجمعيه، وهو من هو في مجال اداره المشروعات. دكتور احمد تفضل. السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طبعا احنا سعداء جدا بالباشمهندسة، وسعداء جدا بالدكتور اشرف الصديق العزيز القديم، وهو بالمناسبة يعني كان من اول الناس اللي دخلوني في موضوع البي ام بي، يعني بنتكلم من فوق ال 20 سنة، وهو طبعا راجل فيري فيري بروفيشنال. طبعا انا سعيد جدا بالميثودولوجي البي ام سكوير، وانا بتابع مع الموضوع من حوالي يمكن 4 5 شهور، وهو طبعا نشاط هائل عامله المهندس اشرف الدكتور اشرف حمدان. انا بس كان ليا شويه كومنت سريعه كده على المحاضره وعلى بعض الحاجات، عشان يعني الناس تبقى اوير بالموضوع شويه. يعني مثلا لو اتكلمنا على بعض واحده من اشهر الحاجات اللي بتاعت اداره المشاريع بتاعت بعض المؤسسات الخارجيه، يعني مش عايزين نذكر اسامي، لكن بتاخد لها مثلا حوالي 13 14 محاضره في متوسط ساعتين. البي ام سكوير ممكن تاخد قد ايه معانا يا مهندس اشرف؟ طيب، اولا بس الدكتور احمد العنتري هو استاذي واللي فضل عليا، وانا يعني بعتبره من اصحاب الفضل يعني، فدي الله جزئيه يخليك يا لازم حبيبي، اكد عليها. تسلم يا حبيبي. احنا بالنسبه للتحضير لشهاده البي ام سكوير، احنا قدمناها في 27 ساعه. بس 27 ساعه شامله التطبيق العملي، يعني كنا بنعمل حاجات الناس تطبقها ومن خلال ورش العمل وكده يعني. فده ده اللي حصل فعليا. انا ممكن اقل من كده بكتير، ما فيش مشكله. طبعا انا بدعو حضرتك بس تنزل اللينك بتاع الجروب بتاع البي ام سكوير على الفيسبوك، عشان الناس تقدر تتابع وتدخل وتشوف وتجهز نفسها وتخش الامتحانات اللي حضرتك موفرها في طيب الجروب بتاعك في طيب الفيسبوك. هو فيما يخص الجزئيه دي، انا طبعا انا مش مقدم محاضره عشان اقول في كورسات، انا دي مش قصتي خالص، بل انا معلش، بقول، لا ده انا بقول لا لا الاتي، انا بقول الاتي، ما فيش ريكوايرمنت مسبقه، يعني الشهادات بتاعتها اوبن سورس، تقدر انك انت تذاكر لوحدك سيلف ستادي، بل على منصه الامتحان في ديمو اكزام، يعني هيساعدك تمشي ايدك في الامتحان. بالاضافه لده كله، احنا كجروب بندي لك 20% تخفيض على الكود على قيمه تكلفه الامتحان. فانا بنشجع الناس، خش يا جماعه، الشهاده رخيصه جدا، الشهاده باقل من 200 يورو، يعني كلام فاضي يعني، لكن استفادة أكثر من هائلة. ولو أي حد يحتاج أي مساعدة، إحنا تحت أمره أنا احنا والمهندسة سارة، وتحت أمركم في أي وقت. يا دكتور احنا مش عاملين الموضوع عشان اعلان يا دكتور، احنا بس بننصح الناس الزملاء، وبعدين اطلبوا العلم على اعلامه وخذوا الحكمة عند الحكماء. فطبعا لما نروح في الاعلام بتوع البي ام سكوير مش هنلاقي طبعا افضل من الدكتور اشرف حمدان. ماشي اوكي، يا فندم. نخش في المواضيع. طبعا اول موضوع، انا شفت البروجكت ريفيو، البروجكت كواليتي ريفيو اللي حضرتك عاملها، وكنت عاملين الرادار برزنتيشن، ده صحيح طبعا جميل جدا. صحيح، الرادار برزنتيشن انا شايف انه رابط مجموعه حاجات، يعني مش بس بيتكلم في رابط حاجات كتيره، وشفت فيه ريسك وغير ريسك وغير وغيره. معلش على السريع كده، الكام واحده بتوع الرادار، الحاجات اللي في الرادار ايه حضرتك حاططها؟ هو طبعا الرادار سيستم هو ماخدين من الـ الـ المنهجيه الاوروبيه في الكواليتي، فهم هي المنهجيه دي. بص يا دكتور احمد، عشان نقول الموضوع بشكل بسيط يعني، هم جابوا البي ام بي، وجابوا البرنس 2، وجابوا واضح واضح. الكواليتي بتاعت اوروبا، وجابوا حبه حاجات وحطوها في الخلاط، واخدوا افضل حاجه وضربوها. صح وطلعوا لنا المنتج دوت. بس هي صح الميزه ان هي كلها مسمعه ببعض، يعني هي الحرفنه ان هي اوتوميتد مع بعض، لما بتسمع في ايتم بتلاقيه مسمع لك في حته تانيه ومسمع لك شغلك مظبوط. فهي مغطيه كل حاجه، يعني اخدين من الرادار سيستم جميع النولج اريا موجوده عندي داخل المنهجيه ديت، اخده من اول ريكوايرمنت لحد ديليفربل اكسبتنس بلان. خد بقى كل حاجه من جوه 13 بلان مسمعه فيهم بالكامل. اوكي، نخش بس كومنت تاني على الحته بتاعت موضوع ترانزيشن. طبعا الترانزيشن يعني هو صحيح البي ام بي بيقول انك هتعمل ترانزيشن، والبي ام او هتعمل ترانزيشن في اخر المشروع، لكن الترانزيشن احنا ممكن نعمل تسليم جزئي في لاي جزء يمكن الاستفاده منه في المشروع، او جزء تقدر تحوله لفريق الصيانه. انا بتكلم في الكونستراكشن او في بعض المشاريع الاخرى، حتى في بعض المشاريع الاي تي ممكن تعمل بارشال ترانزيشن.
فموضوع ترانزيشن اعتقد انه ممكن يتعمل في يعني في مراحل، مش لازم في المرحله النهائيه. برضه لي حضرتك تديك تعليق على النقطه دي. الله ينور على حضرتك. بالنسبه لمشاريع الكونستراكشن خاصه مشاريع البنيه التحتيه، احنا بنسلم المشروع بشكل مرحلي، وبالتالي ممكن كمان نعمل حاجه لو بيلدين، بنعمل حاجه اسمها تشغيل خفيف. في التشغيل الخفيف للمشروع لابد فريق المشروع يكون ستيل موجود، ما يمشيش، لان لو في اي تشينج لابد ان هو يتاكد ان الكلام ده بيتم. ده لو كونستراكشن. لو بنشتغل مثلا زي مشروع بتاع كوكاكولا اللي انا عملته، احنا كنا اشتغلنا المشروع كان 3 شهور، اول شهر تريننج، تاني شهر برودكشن تيست، تالت شهر كنا برودكشن. احنا كنا بنقعد مع التيم نفسه اللي بيطبق المشروع لحد ما البينيفيت تظهر قدامنا. فالبينيفيت هتظهر في المشروع اللي هي بتاعت الاي تي وبتاع التليكوميونيكيشن والكلام دوت. فاحنا بنقول باستخدام المنهجيه دي هتبدا البينيفيتس والاوت كومز تظهر معاك بالفعل، حتى لو كان مشروع كونستراكشن. جميل. بما ان بقى دخلنا في موضوع البنفيت، ننقل على حته تانية. في بعض يعني الحاجات اللي بتستخدم في اداره المشاريع زي البي ام بي وغيرها، بنتكلم على الكوست بنفيت اناليسيس. ما مدى انه البي ام سكوير بيركز في الحته ديت او بيشير ليها؟ لان الموضوع ده موضوع كبير جدا، وللاسف طبعا انه حاجات طيب كتيره جدا كاتباها بس عنوان. صحيح لكن صحيح. يعني معلش على السريع كده، طيب ادي بس هنت على مثلا مشاريع زي طرق وكباري وحاجات كده، الكوست بنفت اناليسيس يعني بتشمل البيئه وبتشمل الانفايرمنت وبتشمل صحيح الكوست وبتشمل النويز وبتشمل، يعني لازم نحسب الكلام ده ونطلعه فلوس في الاخر قد ايه. صحيح. ايه طيب ده اللي بتقدمه، ايه اللي بتقدمه البي ام سكوير في الكوست بنفت اناليسيس او في البي طيب سي اي هو يعني في السؤال ده، الكوست اناليسيس؟ السؤال ده هتجاوب عليه المهندسه ساره، لان هي اوريدي هي الريسبونسابل بموضوع البيزنس كيس والتفاصيل بتاعته. مهندسه ساره اتفضلي يا فندم. يا دكتور اشرف ودكتور احمد، احنا الكوست بنفيتس هو اوريدي شارحها وموجوده في التولز والتكنيكس اللي موجوده الخاصه بالبروجكت، ممكن ان احنا نرجع لها ونطبقها على طول. يعني ده الجزء الخاص بالكوست بنفيت، يعني حاجه من التولز والتكنيكس، ايه التولز اللي انا هستخدمها والارنت فاليو، وكل ده مشروع في الجزء بتاع التولز والتكنيكس. هل هتتيح لي في الاخر ان انا اطلع مونيتوري فاليو، اطلع قيم ماليه للكوست بنفيت اناليسيس في البي ام سكوير؟ عنده هذه الفاسيليتي؟ طبعا هي في بالظبط البي ام اي جاست ان ادرس، لكن في البي ام سكوير ده هل في يعني مور كونسنتريشن على النقطه ديت؟ لان دي بقت نقطه بتطلب دلوقتي في، يعني انا متابع الدراسات العليا في جامعات امريكا حاليا، بقت ماده زي ما بياخد مثلا بيدرسوا 12 11 12 13 14 ماده 36 ساعه عشان يعمل ماستر او 40 او 44. فالكوست بنفيت اناليسيس او البنفيت كوست اناليسيس بقت ماده بتتاخد بين 45 يوم وثلاث شهور. ما مدى فعاليه البي ام سكوير في هذه النقطه؟ هي هيتم استيفائها، احنا ان شاء الله هنبقى ممكن نشير الجزء بتاع التولز والتكنيكس وازاي هو اتعامل في الجزء بتاع الكوست كوست بنفيتس وايه بص التولز. دكتور احمد، هيبقى في عندي داشبورد بيسمع الكلام ده بشكل اوتوماتيك. اوكي جميل جميل. ننقل على اخر نقطه معلش، موضوع الريسك. حضرتك طبعا في الريسك انتوا حاطين الريسك مانجمنت، بس انا احب برضو اسال على الاوبورتيونيتي. وات اباوت ذا اوبورتيونيتي؟ ايه زي ما هدير ريسك انا عايز ادير الفرصه، زي ما هدير صحيح. المخاطره عايز ادير الفرصه. ايه موضوع او ايه مدى اتاحه البي ام سكوير ان هو بيديني فرصه في اداره الفرصه؟ حلو، بيديني اوكي فرصه اوكي ده ممتاز. ماشي. احنا سعداء اخذنا الفرصه اساسا، سمعنا صوت حضرتك. يعني الله يكرمك يا دكتور، تسلم. هو البي ام سكوير بما ان هم اوريدي معظم مشاريعهم مشاريع ديفلوبمنت، فهم بيتعاملوا مع موضوع الفرص بالظبط كانهم بيتعاملوا مع موضوع الثريتس. فهتلاقي ان هم عندهم البوزيتيف امباكت، ده حاجه مهمه جدا، واوريدي البوزيتيف امباكت بتسمع في البينيفيتس مباشره. فهتلاقي جوه الريسك مانجمنت بلان بتاعته او في الريسك لوج وازاي بيعمل اسيسمنت عليه، بيحسب لك بشكل دقيق جدا السايز بتاع الريسك الحالي ومدى تأثيره ايه، والكالكوليشن بتاعه بيبقى عامل ازاي، وانت كمان قدرت تتغلب عنه بقد ايه ومتبقي لك قد ايه. كل ده
موجود جوه الارتفاكت بتاعته من خلال حاجه اسمها سايز، بيديك السايز يقول لك انت خلصت قد ايه من الريسك؟ 30%. طب متبقي لك قد ايه؟ 70%. طب ال 70% هتعملهم ازاي؟ ومين اللي هيعملهم؟ فالريسك لوج بالكامل معمول بشكل كويس، وده احنا عندنا حاله تطبيقيه اشتغلنا فيها من خلال الكورسات اللي فاتت، وكان احد الحاجات اللي اشتغلنا عليها كان اوبورتيونيتي، كان مشروع بايب لاين بتاع كونستراكشن، وكنا قلنا الاوبورتيونيتي ان التكنولوجي الجديده هتساعدني في اكثر من برودكشن، وبالتالي اشتغلنا عليها بهذا الشكل يعني. يعني في معلش انا يعني ما يعني اشكركم على المداخله، واشكر المهندس هشام طبعا راعي هذه المداخلات الجميله، ونشكر حضرتك الدكتور اشرف، ونشكر المهندسه ساره، وان شاء الله يكون لنا يعني لقاءات اخرى قريبا جدا. شكرا يا مهندس هشام، ونشكر طبعا في العمل المتابع معك. شكرا. شكرا دكتور احمد، شكرا دكتور اشرف واستاذه ساره. ناخد المهندس فتحي عوف. دكتور اشرف، استاذه ساره، استاذ سامح، الله يعطيكم العافيه، وشاكر لكم هذه المحاضره المهمه جدا والمفيده يعني، و اتس اي اوبننج على مدرسه جديده في اداره مشاريع او اطار عمل جديد، خبرات جديده، الله يسلم الايدين. سؤالي للدكتور اشرف على البروجرام مانجمنت والبورتفوليو مانجمنت في البي ام سكويرد، هل هي كفرد؟ هل هن عندهم ماتوريتي ليفل؟ هل هن فيها اعتناء؟ يعني فينا نستفيد مثلا من سم ارتيفاكتس او شيء في البي ام سكويرد ناحيه البورتفوليو والبروجرام مانجمنت؟ هي شغله. الشغله الثانيه، في اي اهتمام بالاجايل؟ في شيء ريليتد للاجايل بالبي ام سكوير؟ اوكي مهندس فتحي، اهلا بحضرتك. طبعا احنا في تواصل شخصي بيننا ومن بعض، وانا عارف حضرتك كويس، حضرتك من الناس الافاضل اللي بتشرف بالتواصل معاهم يعني. ابدا بالجزء السهل من السؤال اللي هو موضوع الاجايل. احنا قلنا الميثودولوجي ديت ابليكابل على موضوع اجايل، لكن لما تروح للاجايل هيبقى في دايد عباره عن فريم ورك، وده اول فريم ورك للاجايل. احنا عارفين الاجايل عباره عن ابروتش، سواء البي ام اي بتتعامل مع الاجايل على انه ابروتش، سواء البرنس 2 لما عملت له انتجريشن مع اجايل برنس 2 اتعاملت معاه على انه ابروتش. البي ام سكويرد اخذ التفاصيل اكتر في الاجايل وتعاملت معاه بقى كفريم ورك، وبالتالي بقى عندي فريم ورك اجايل ميثودولوجي بي ام سكويرد ميثودولوجي، وربطت بينهم، لكن الكلام ده بالتفصيل فيه يعني في بابليكيشن مختلف اسمه بي ام سكويرد اجايل، وده احدث اصدار في العالم عام 2021، فهو اصدار حديث جدا. وبالمناسبه انا حاليا بحضر لشده اجايل بتاعته وبذاكر عليه، فهو ما هو سهل على الاطلاق، في تفاصيل كتير جدا جدا جدا، بل تتعدى بمراحل اي اجايل انا شفتها في عالم اداره المشاريع. ده كده الاجابه على الجزء الثاني من السؤال اللي هو بعتبر الجزء السهل. الجزء الخاص باداره البرامج واداره البورتفوليو، احنا شركاء مع بي ام سكوير، انا والمهندسه ساره، ولينا يعني اكونت كاورجنايزيشن على الويب سايت عندهم، فاحنا احنا اخدين الموضوع من تحت الاعلى، بمعنى احنا اخدين من مستوى البروجكت، فاحنا مركزين قوي قوي في مستوى البروجكت. نخلصه هنخش على البروجرام، اوريدي فيه ليفل البروجرام كميثودولوجي كمان، وليفل للبورتفوليو. لكن احنا الحقيقه لان احنا شغالين لين مانجمنت، مش عايزين نعمل ان نيسيسري موشن احنا مش محتاجين لها حاليا، احنا مركزين في البروجكت، هنخلص البروجكت ننطلق للليفل اللي بعده. فانا الحقيقه الاجابه اللي اقدر اقولها لك حاليا لكن تفاصيل ايه انا ما عنديش وقت ان انا لسه اشوفها حاليا، فانتظر علينا كده فقط وليكن 3 4 اسابيع هنبدا نجاوب على سؤالك ان شاء الله عز وجل. جميل، الله يعطيك العافيه، شاكر لك دكتور. شكرا، ربنا يبارك فيك يا فندم. شكرا مهندس فتحي، شكرا دكتور اشرف. قبل ان نختم دكتور اشرف، هل من كلمه اخيره؟
أنا طبعا بشكر حضراتكم جدا. أولا بشكر زميلتي المهندسة سارة إن هي يعني مثلت يعني مجال البيزنس. أنا عاوز أقول إحنا كبروجكت مانجرز ضعاف قوي في حتة البيزنس، فهي ما شاء الله هي متخصصة فيه، فهي كملت الجزء جانب الضعف الموجود عندنا. فأنا حابب أوجه لها الشكر أولا، وأشكر الدكتور أحمد شطة، هو أول من تواصل معايا واقترح عليا إن أنا أقدم محاضرة مع حضراتكم. وطبعا سعدت جدا بالمكالمة الشخصية منك مهندس هشام، دي كانت عندي يعني بالدنيا كلها، ولو كنت طلبت مني أي حاجة أنا طبعا كنت هلبيها لك وقتها يعني. وأشكر صديقي وأستاذي الدكتور أحمد العنتري، وأشكر جميع الإخوة الحضور، وأتمنى يا رب تكون يعني اللي احنا قدمناه حاجة متميزة ليكم، لأن كنتم مستواكم عالي بالنسبة لنا، فاحنا كنا بنبقى حريصين نكون على قدر هذا المستوى. شايف الزملاء عايزين التواصل، انا يا جماعه على لينكد ان وعلى الفيسبوك معروف يعني، فاكتب بس اشرف حمدان هتوصل على طول ان شاء الله عز وجل. شكرا جزيلا، وربنا يعيننا يا رب، ونقدم لكم حاجات افضل وافضل فيما بعد. شكرا دكتور اشرف، جزاكم الله خير وبارك الله في علمكم وجهدكم ووقتكم. شكرا استاذه ساره، شكرا حضور الكرام الاخوه الافاضل. كان هذا النهايه لهذا اللقاء المتميز مع ضيوف غاية في التميز وموضوع غاية في الأهمية، وأعتقد يناسب الوقت الراهن بشكل كبير جدا. الأخوة الراغبين في الحصول على شهادة الحضور لهذه المحاضرة عليهم تعبئة نموذج التقييم الذي تجدونه الآن في الشات، وأيضا على قناة تليجرام الخاصة بالجمعية. أستاذ الدكتور أشرف أن ينضم إلينا إلى قناة تليجرام إن لم يكن موجود فيها بالفعل، والروابط التي نشرت على الشات الآن نضعها مرة أخرى على قناة تليجرام، تبقى دائما موجودة تحت طلب الزملاء المشاركين في المبادرة في أي وقت، لأن طبعا في التليجرام المواد تبقى دون حذف، أما الشات الآن فبعد نهاية اللقاء لن تكون متاحة. المادة العلمية سترفع على حساب لينكد إن الخاص في المبادرة إن شاء الله. شهادة الحضور كما قلت تعبئة نموذج التقييم الآن تجدون الشهادة، تصلكم على البريد الإلكتروني إن شاء الله. على وعد باللقاء إذا أمر الله بالبقاء، باللقاء وقدر اللقاء الأسبوع المقبل مع ضيف عزيز علينا الأستاذ الدكتور مدحت كمال عبد الله، أستاذ الهندسة الإنشائية بهندسة المطرية جامعة حلوان، وموضوع تدعيم كباري باستخدام التفاعل المشترك للمياه مع جسم الكوبري، وعرض حالة عملية موضوع مهم جدا للمهتمين في الهندسة المدنية والهندسة الإنشائية. فكما عودناكم دائما لدينا الجديد والجديد في نهاية هذا اللقاء، بعد شكر الجميع محاضرين وحضور وفريق عمل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.